صباح حواء مشاكلك كلها تتحل ماضي وفاه رجعيها ولي الامل ولي الوهاد معانا خبرة حلول المشكلات صباح حواء معانا الدنيا فرحانة بلا عقودات صباح حواء مشاكلك كلها تتحل ماضي وفاه رجعيها ولي الامل ولي الوهاد معانا خبرة حلول. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله حقا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاد في سبيل الله حق جهاد. ثم أما بعد، أوصيكم أيها بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حياكم الله جل وعلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم يوم القيامة من الجنة منزلة، والله أسأل أن يظلنا ويظلكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد في يوم مبارك من أيام الله تبارك وتعالى في برنامج أحلامنا الجميلة من هذه الفقرة الطيبة. أسأل الله أن يطيب أحلامكم. ومعنا أول اتصال، السلام عليكم أم ملك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أم ملك؟ الحمد لله بخير. تفضلي. لو سمحت، أنا في واحدة شافت لي إن أنا واقفة في جنينة ولابسة حلو قوي وشكل حلو، نعم، ومعايا صندوق بتقول عبارة عن مجوهرات وفيه فلوس، نعم. الصندوق شكله زي الذهب، ومعايا شاب جنبي كده، نعم. وبعدين فأنا فتحت الصندوق فناديت عليها، هي اسمها حمدناه، فبقول لها تعالي، فالشاب ده قال لي ايه اديها خمسة، نعم. لقيت في قلب الصندوق ده كله جنيهات ذهب، فشلت خمسة من الجنيهات الذهب وديتهم لها. فبعدين الشاب ده بص لي قال لي بقى كفاية كده، خلي دول بقى ليكي انت كده فرقت كتير، نعم. فبعدين قلت له لا حرام، انا هاخد ده كله، خلاص تعالي يا خالتي خدي كمان خمسة. وبعدين هي حكت لي الحلم ده وخلاص. طيب اللهم قامك يا ام ملك، كيف حالك مع الله عز وجل؟ الحمد لله. طيب، يعني ان شاء مولى الصندوق هو صندوق العمل،
دائما ابدا يرمز الصندوق الى العمل والذي يفتح بين يدي الله عز وجل يوم القيامه. والصندوق العمل اما ان يحوي شيء خبيث او شيء طيب، وارى ان اعمالك بفضل اعمال طيبه فيها تقرب الى الله عز وجل، وايضا يرزق المرء على حسب عمله بين يدي الله تبارك وتعالى بصلاته وبقربه الى الله ودعائه ورجائه. فارى ان هناك امرين، امر دنيوي وامر اخروي. الامر الاخروي الذي هو في صندوق عملك ان شاء الله، يعني هذه بشاره بالاعمال الطيبه التي يعني هي من مثامن التقرب الى الله، شيء ثمين كالذهب والفضه، وهي الصلاه والدعاء، لان انت ذكرت هديها خمسه. وخمسه عندنا ايه اللي كل يوم خمس مرات بنعمله؟ الصلاه. الصلاه. يبقى انت عندك ان شاء الله توجيه من الله عز وجل، اذا اردت ان تربو الى الله عز وجل بالدنيا والاخره عليك بالصلاه. عليك بالصلاه، عايز العز الصلاه، عايز الرضا الصلاه، عايز الغنى الصلاه، عايز زوج الصالح الصلاه. فانت ربنا يكرمك، صندوقك مليان بالشيء الثمين وليس بالشيء الخبيث، وده صندوق العمل. وهذه بشاره لك ان شاء المولى ان في رزق جاي مبارك فيه، وهذا الرزق لن ينال الا بالقرب الى الله. طب والشاب اللي جنبي ده بقى؟ يعني الشاب دائما يعني يدل على العمل ايضا، لان الامام مالك بن دينار لما قال رايت رؤيا اني في ارض المحشر واتاني شيخ كبير وكنت استغيث به من اهوالي يوم القيامه فلم يغثني، فسالت سائل من هذا؟ قال هذا عملك. يبقى الشاب العمل القوي الذي يستقو به العبد على فتن الدنيا. وانا ارى انك انت بتمر بمشاكل في حياتك بفتن، فانت بدل ما تستعيني ببعض الناس استعيني بالله تبارك وتعالى، لان الشاب قوه العمل وقوه الاراده وقوه الاستعانه بالله. والصندوق بتاعك دي منحه من الله عز وجل في الدنيا والاخره، اما في الاخره في منحه الصلاه والطاعه وذكر الدعوه وما توفيقي فيها الا بالله عز وجل. واعلمي انه يعني ما كان منك من طاعه فمن الله عز وجل. فالانسان لو قرب لربنا عليه انه يتقرب الى الله بالشكر والثناء، والله الحمد لله الذي هداني لهذا ما كنت لاهتدي لولا ان هداني الله عز وجل. فعلا فلابد الانسان لما يلاقي نفسه انه صوام قوام مطيع لله انه يشكر لله عز وجل ويثني على الله الخير انه وفقه لهذا لهذه الطاعات وهذه الاعمال الصالحه. فالصندوق دائما يدل على صندوق العمل، والشاب قوه العمل، والخمس الصلاه. والشيء الثمين اللي في الصندوق يحمد، الذهب والفضه يحمد. اما لو انا فتحت بقى الصندوق لقيت فيه تعبين يبقى سحر، فتحت الصندوق لقيت وساخه او وسخ فتلك الذنوب، لقول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معنا ام عمر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام عمر؟ الله يسلم حضرتك. تفضل. انا حلمت يا شيخ سيد ان انا ابني جالي يعني المطبخ وكده، يقول لي المدرس بتاعي يعني يا ماما مش عايز ياخد فلوس الدرس. قلت له ليه يا حبيبي مش عايز ياخدها؟ ده حقه. قال لي لا ده هو الشهر ده بيقول لي هو مش هياخد فلوس الدرس. قلت له لا يا حبيبي ده حقه لازم ياخده. لازم تقول له كده. راح شويه كده لقيت ابني راح المستر طلب من ابني ان هو يقابل باباه. راح باباه دخل ليه الاوضه الغرفه اللي بياخد فيها الدرس وكده، فجاه عمزه ما يكون جه تليفون ضروري للمستر، ضروري جامد. راح واخد والد ابني والمستر الاثنين راحوا نزلوا سوا بسرعه، اكيد في حاجه ضروريه جامد حصلت. نعم. بعد شويه كده لقيت اخواتي كلهم جولي البيت عندي من غير اتصال ولا اي حاجه، احنا متعودين ان احنا نتصل ببعض قبل ما نروح عشان اماكننا بتبقى بعيده عن بعض. راح لقيتهم كلهم جولي، وفجاه لقيتهم كلهم قاعدين وهم نعم زي ما يكون ايه في حاجه يعني كده مضايقاهم، وانا مش واخده بالي في ايه، بس قعدت ابص لهم كده الايام ساكتين. فجاه لقيت اختي بتقول لي الكبيره قوي بتقول لي انت مش ملاحظه ان اخوكي في حاجه؟ قلت لها باله في ايه؟ مش واخده بالي والله. ببص كده لقيتي بصي له وكده شويه، لا يا اخويا موطي وشه في الارض. وبعدين ببص له كده جامد، لقيت ان هو المكان اللي هو بيبقى باين من اي واحده منقبه من تحت عينيها كده لحد من اول من اذن اليمنى للاذن اليسرى بالطول ده كله كده، لا يعني زي ما يكون مبلوط او محروق. وبعدين بقول يا نهار ابيض مال اخويا؟ ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل له كده؟ لا ازاي منظره كده؟ انا لازم اروح اوديه للدكتور، انا لازم اروح اوديه للدكتور. وبقيت بقى ايه يعني قلقانه عليه جامد من المنظر اللي من تحت عينيه ده، اكنه زي حرق او مبلوط من اول اذنه اليسرى لليمنى. الضلك جامد كده، انا اتخضيت عليه جامد، لازم اوديه للدكتور. داخله عشان البس
التقليد زوجي ايه جه من المكان اللي راحوا هو والمستر، قوم بقول له شفت اخويا الحق اخويا بص فيه ايه، انا قلقانه عليه قوي، ارجوك ودي اخويا للدكتور، ودي اخويا للدكتور، عماله اتحايل عليه جامد، ولاقي زوجي اكنه زي طنشني مش مدي اهميه للموضوع، انا عماله مستحيل دي جامد ان هو يودي اخويا للدكتور عشان اطمن عليه، لا مش يعني طنشني، دخلت انا عشان البس، لقيته فجاه هو دخل يلبس زوجي وخد اخويا وراح بيه للدكتور. يعني استغربت ان هو بعد ما كان مش راضي راح خده وراح بيه للدكتور، ببص في وش مرات اخويا وفي وش ولاد اخويا الاثنين، لاقياهم ان هم نفس اللي عند باباهم عندهم، بس على خفيف جدا ما يبانش. بس انا شفته، بس استغربت ان ازاي اخواتي البنات ما خدوش بالهم. شويه كده لقيت قلت اخش اعمل لهم بقى حاجه يشربوها، انا كده اطمنت على اخويا اللي هو راح للدكتور، دخلت اعمل لهم حاجه يشربوها في المطبخ وكده، لقيت مرات اخويا ليها اخت كانت جت معاهم بردك في بيتي ومعاها بنت صغيره، داخله لي جوه في المطبخ بتقول لي انا كنت عماله في زي فلوس كتير قوي متنطوره عندي على الرخامه اللي في المطبخ، عماله الم في الفلوس الم فلوس كتيره متنطوره، قعدت اجمعها كتير، وبعدين في الاخر خالص لقيت بنت اخت يعني بنت اخت مرات اخويا بتقول لي خدي الفلوس دي، ولا ايه الفلوس دي يا حبيبتي؟ قالت لي دي طنطي اديتها لي، قلت لها طنطي مين؟ اللي هي مرات اخويا اللي هي تبقى لها خالتها يعني. الفلوس دي بتقول لي خديها، بقول لها ايه دي؟ ببص لقيت 200 جنيه. حتى قلت لها طيب انا يبقى اسالها بتاعت ايه؟ ما تعرفيش هي اديتها لك ليه؟ قالت لي لا ما اعرفش. قلت لها طيب يا حبيبتي، خدتها منها وركنتها. بس عايزه اعرف يعني اطمن يعني الحلم هل هو خير يعني؟ ان شاء الله. انا بس عايز اسال ام عمر اخوكي بفضل الله يعني انا يمر... هحكي مع حضرتك عشان الصوت ما بيصليش كويس، وكان في حلم قبل كده قلت لحضرتك بس ممكن من الوقت ما يكونش حضرتك يعني ايه الوقت اسعفك ان انت تقول. طب يعني اسال بس عن حال عن حال اخيك يعني تكون الكلمة. ام عمر حال اخوكي يعني انا بسال عن حال اخيكي. عامل ايه يعني؟ هل بيمر بضائقه نفسيه بيمر بمشاكل في حياته؟ يعني ممكن يكون زعلان من اخواتي شويه من تصرفاته من اخواتي البنات، هو ولد وحيد. طيب يعني ان شاء الله المولى عز وجل ارى انه يعني بالنسبه للحرق في الرؤيه فانما يدل على داء من 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 او طريق من طرق الشياطين، اما انه ممسوس او انه مسحور، وهذه الاصابه جامعه له ولبيته جميعا. يا ريت الله يكرمك يعني عرضه على الطبيب، اي عرضه على الرقية الشرعيه، يحتاج الى رقية شرعيه لانه ربما يخلط معه باكتئاب نفسي مزمن او وسواس بسوء الظن في الناس وخاصه باخوته، بيظن الظن سيء باخواته انهم يكرهوه. انا في حاجه اشمعنى انا اللي لاحظت؟ ما لانك انت يعتبر اقرب يعني احنهم واكثرهم ودا واكثرهم اطمئنانا، انت اللي بتلم الجميع يعني. وانا ببشرك ان بسبب هذا القلب الطيب الذي يعني بين جنبات صدرك فان الله عز وجل بارك الله لك في رزقك وبارك الله لك في عطائك. انت امراه جواده بتحب اللمه وبتحب اطعام الطعام وخاص اهلك وبتحب صله الارحام ودايما بتسالي عن الكل ودايما بتسامحي، فالله تبارك وتعالى يبين لك في الرؤيه انك انت بجودك على اهلك وخيركم خيركم لاهله فان الله عز وجل يجود عليك بالبركه وبالستر وبالصحه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يبزغ فجره الا وينادي مناد من قبل الله عز وجل انفق عليك. يبقى انت بتطلعي صدقه باليمين والله عز وجل يمن عليك بالبركه وبالستر وبالرحمه والعطاء. اما بالنسبه للولد في بدايه الرؤيه وهو بيقول لك يا امي المدرس مش عايز ياخد حق الدرس، فهذه معلومه لابد ان تربي الولد ان انت قلت له لا ما ينفعش ده حقه ولازم أن ياخذ حقه. هذه مدرسة محمدية في الرؤية، يعني دايما تجمع الأم بأن هذا الولد يحتاج إلى لفت النظر، لا تأخذ مال الناس ولا تلتفز إلى، يقول له كده اوعى بص لحاجة غيرك واوعى تأكل حق غيرك، هذا الولد يحتاج إلى هذه المدرسة من الآن. ربما كان في قلبه آفة تضيع الحقوق، خلي بالك، لا أنا ابني مربياه مع على العين وعلى الراس، ولكن قد يعلم الله عز وجل من خلال الرؤية العبد أو المرأة بأن ابني عنده الآفة دي، شايف واحد زميله أو واحد صاحبه بيأكل مال صاحبه
او بياخد مسطره صاحبه او بياخد قلم صاحبه او بيستحل مال الناس، فهو يبدا ايه يقول لك انا دفعت دروس المدرس والمدرس ما خدش دروسه، اصل انا وانا ماشي فلوس المدرس وقعت وهي ما كنتش وقعت صرفها في كلام فاضي. خلي بالك هذه افات الشباب دلوقتي او الابناء دلوقتي، فيا ريت نحرص عليها، ودي يعني دعوه للناس عامه. خلي بالكم، علم ابنك ازاي يؤدي الحق، علم ابنك انه ازاي يؤدي مال الناس للناس، عود ابنك انه يراقب ربنا عز وجل في حقوق الناس لان ديت من حقوق العباد، وقول له ما لهاش توبه عند الله يوم القيامه الا باداء الحقوق الى اصحاب الحقوق. خلي بالك، فام عمر بتلفتنا الى امر ما، الا وهو امر التودد والتحبب والتقارب، الى ان ربنا سبحانه وتعالى اذا من على عبد بنعمه انما لانه يؤدي مال الله عليه من حق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر، الدنيا في كوادرها وابتلاءها وعزها وغناها وذلها لأربعة نفر. هنقول أربعة نفر بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ازيك يا أم محمد؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل يا أم محمد. أنا قمت النهارده يا شيخ شفت إنني نازلة من بيتنا، بيتنا يدوبك عديت الطريق كده وبنا محل بتاع قميص، فصاحبه ده متوفي، فأني نزلت من بيتنا كنت لابسة فانيلة بنص كم ومش لابسة حاجة تانية غيرها، فانا رحت عنده فبقول لابنه ايه اديني بيجامه، فاداني بيجامه لبستها بس لها من عنده، هي لونها اخضر كده لون السيريس كده، رحت انا بقول له ايه ده بس بنطلونها واسع او عامل زي بتوع الصيادين السمك، انا عايزه حاجه على قدي، فاداني واحده تانيه لبستها بس البنطلون بتاعها هي مظبوطه على قد بس بنطلونها من عندي اللي في خد كده مقطوعه متخيطه بخيط بني. نعم. فانا رحت لابساها ورحت معديه، قلت ايه معديه الطريق ورجع تاني ايه بيتنا، بس قبل ما اعدي الطريق بقول للست دي ايه جوزك ده الله كنت عايزه اقول لها الله يرحمه انا عارف ان هو ميت بس ما قلتلهاش، قلت لها ده كان راجل امين راجل محترم، ورحت معديه الطريق قلت الحمد لله ان جوزي ما شافنيش وانا معديه كده، بس هي لابسه البيجامه القطع دي ما بين رجليا من فوق بس ما حدش شايفه بس هي دوبك على قد بالظبط، فانا رحت طالعه لقيت في ايديا ازاي رحت انا لابساه، فانا طالعه جوزي متوفي اصلا بقاله اربع سنين، فانا طلعت شقتي قبل ما اطلع شقتي بنفل على شقه حماتي، حماتي دي برضه ست متوفيه، فلقيتها قاعده في قلب شقتها وجوزي قاعد وياها، فرحت انا بقول لهم مالكوا في ايه؟ قالوا راحت حماتي قالت لي ايه؟ ده في جواب جه النهارده في سلفتك، احنا كنا قاعدين معايش مع بعض، جه جواب لسلفتك ان واحده مشيعهولك عشان يعني ايه يحصل مشاكل، ان هي سلفتك كانت بتحب جوزك. قلت لها والله ولا اي حاجه، حتى سلفتي وسلفي قاعدين، قلت له حتى والله لو واحد منهم متجوزنا احنا الاثنين عندي ولا اي حاجه. فانا لقيت سلفتي طبخه كنا يوم جمعه، كل دي كان يوم الجمعه. سلفتي طبخه عدس ومجهزه الاكل، احنا متعودين كنا يوم الجمعه في الطبيعه في الحقيقه بعد الغداء بعد الصلاه يطلعوا نتغدى عند حماتي. لقيتها طبخه عدس، احنا مش متعودين في اليوم ده ابدا نعمل عدس. لقيتها عامله عدس. فجوزي مصمم ياخدني معاه مشوار. انا بقول لها ان انت شايفه مصمم ان هو ياخدني وياه. وانا قاعده اقول له انا مش عايز اجي معاك انا مش عايز اجي معاك يا حاج، يقول لي لا لابد تيجي معايا. راحت حماتي بتقول لي هو عايزك ياخدي معاه ياخدك وياه، دي حب كتير ليكي، هو يحبك كتير. قلت لها بس هو رايح يحل مشكله مش مشكله تانية، ده مشكله زوجته التانية، هو اصلا كان في الحقيقه ما كانش متجوز واحده تانية كنت تاني بس. قلت لها دي مشكله حق دي مراته التانية، قالت لي بس هو عايز ياخدك وياه، بتقول له خلي بالك خد بالك. قلت لها انا عايزني دايما احرص عليه، قالت لي يا ستي هو عايزك وادي حب جديد ليكي. قلت لها لا بس انا مش عايزه يا حماتي، قالت لي. فلقيته مصمم جامد، فانا بقول لي سلفتي شايفه جوزي مصمم ان هو ياخدني ازاي؟ فلقيته بقول لها اذا احنا هنروح مشوارنا ده وهنرجع ان انت هتكون نايمه جهزي لنا الاكل، راحت سلفتي مجهزه لنا الاكل فته بشوربه عدس وعدس. قلت لزوجي الثاني بقى شيل انت الصينيه طلعها فوق في شقتنا، راحت هي شايلاها ومطلعها طلع عشان واحنا راجعين من المشوار نيجي نتغدى ما نقلقش حماتي. نعم. فالمهم انا كده بقول له جوز انت عايز تاخدني برضه؟ قال لي مشان بقول لك لابد اخدك وياي. رحت انا نزلت البس في هدومي وبعد ما خرجت معاه في لقيت نفسي مش لابسه النقاب، انا انتقبت بعد ما زوجي متوفى. قلت له ايه ده؟ ببص لقيت نفسي مش لابسه الخمار والنقاب، فانا يعني زي ما اكون مش عايزه اروح بتلتع باي طريقه ان انا ما امشيش معاه. وبعدين رحت صاحيه دي رؤيه. طيب يا محمد يعني كيف حالك مع الله عز وجل؟ الحمد لله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبك. الرؤية لها لفتة إيمانية بحتة بالنسبة للزوج.
فثيابه يعول على امراته. طب انا عندي رؤيه ثانيه. اتفضل يا ام محمد. انا برضو شفته في يوم جه واداني 5 جنيه قبل بقى لي يومين الكلام ده بقى او 3 ايام، لقيته مداني ورقتين ب5 جنيه، ورقتين بخمسينات، وورقه ب20. ورقه ب50؟ ورقتين ب50 وورقتين ب5 وورقه ب20، الكلام ده بقاله ب3 ايام. اما الرؤيه اللي انا شايفاها بتاعتي النهارده دي والبيجامه وهو عايز ياخدني زي فعلا النهارده. طيب يا محمد، بالنسبه للخمس والخمسين هي الصلوات الخمس، 50 في العمل و50 في الاجر، وهي يعني دعوه من الله عز وجل انك انت تحافظي على صلاتك. الله يكرمك، الله يكرمكم جميعا، الله يكرمكم ويكرمنا معاكم المحافظه على الصلوات الخمس. يا ريت نحافظ على الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، قانت خاشع خايف من لقاء الله عز وجل، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمل وإن فسدت فسد سائر عمل. طيب محمد، شافت إن يعني أمرين، الأمر الأول حال الزوج، أولا الثياب، إما أول بالزوج وإما أول بالدين. في هذا المقام يؤول بزوج، لأن المثل انتقل بعد الفالينة القصيرة، بعد البنطلون المقطع، بعد البنطلون الواسع، ثم انتقل البنطلون ضيق ومقطع، الزوج بعد سعة الرزق أثناء الزوج ما هو كان موجود إلى رزق على الأد. وطبعا وفاة الزوج بتؤثر على الحل الاجتماعي والاقتصادي، لأن الرزق والله أولا وأخيرا، لكن بيترك أثر حتى في العيش والمعيشة واللي عايشينها. فعايزين كده بنقول ان الزوج اذا جاء الثياب قصير يحتاج الى الدعاء. يا ام محمد ادعي له، وهكمل لك بعد الاتصال مدارج رؤيه ليه، عايزين نستغفره وندعي له بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه داليا، ازي حالك؟ ازي حضرتك يا مش خايف؟ الله يكرمك ويحفظك. الله يكون عام وانتم طيبين. تقبل الله منا ومنك جميعا يا رب. اللهم امين. والله عندي رؤيتين كده سريعا ان شاء الله. تفضلي تفضلي يا حاجه داليا. والله انا حلمت ان دايما انا سيد ان انا واقف على السطوح وما برضاش انزل خالص من على السطوح، فوق جدا وصل للسماء. نعم. ولابسه تاج اسمر. نعم. وطرحه مشغوله سمره كانت واحده بتجهزها لي. فلبستهم، لبست التاج ولبست كمان الطرحه السمراء. نعم. يا رب يكون خير. الرؤيه الثانيه. نعم. اتفضل. ان في شخص معين دايما قالي لما اخذ يعني في اللفظ ان هو نايم على صدري، بابا قال لي وماما قالوا لي روحي امشي حضري لي الشاي، يلا هاتي له الشاي دلوقتي. وصحيت على كده. طيب يعني تحضير الطعام والشراب ذاك الزوج. ايه يا فندم؟ زوج. اه. فتحضير الطعام والإدام إن شاء المولى تحضير لإتمام الزواج، وهذا ما فسرته الرؤية الأولى. اه قلت لي قبل كده. طرحة السوداء دلالة الرجل قوي الشكيمة، قوي الشخصية. وكونه تلبس تاج فإن شاء الله هي الكرامة. يعني يعطي لك أو يزيدك كرامة وعزة. والسطوح هو علو الهمة وعلو المكانة، ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، واعلى درجة السطوح طبعا. الله يخليك. ان شاء الله هذا الرجل سيزيدك كرامة. طب هو يا عم الشيخ بينام على صدري ليه كل شوية في كل رؤية؟ سبحان الله، ايه السر؟ ربما يعني يفتقد الى 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 الود والى العاطفة. واعتقد ان يستحب للرجل ان يكون ودودا كما كان صلى الله عليه وسلم، كان ينام على صدر عائشه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. طب يبقى احنا عايزين يعني الرجال يكون عندهم رقه، مش يدخل على صدر الضيق والشده والقرب والضرب والشد. ربنا يجيبه لله ربي. فانا ارى ان شاء الله انه هو سيكون رجلا ودودا بارا، سيكون فيه الرفعه، رفعه النفس. خلي بالك المراه لما تتجوز تقول لك والله مخلي معنوياتي عاليه. ونعم بالله. فاحنا عايزين كده، مش عايزين الراجل يخلي معنويات الزوجه في الحضيض وتقول لك ده انا بفكر في الانتحار مليون مره في اليوم. اعوذ بالله. اه ربنا يحفظك يا استاذه داليا. اللهم احفظك ويحفظنا. والله انا حلمت ان انا عند قبر ابويا وبقول له سوره الملك وسوره ياسين وقراتهم كاملين لوالدي ووالدي متوفي. هي الشفاعه، من قرا سوره الملك عند نومي وكل الله له 70 ملك يستغفرون حتى يصبح وان مات من يومه. انا بقراهم عليه كل خميس. فهل طيب. ربنا يا عم الشيخ بيقول لي وصلت ان هي بتوصل له؟ وصلت بالفعل. الله يعزك. ان شاء الله اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه ويظله في ظل عرشه، وان يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه. انتوا وجميع اللي في العمل كله. الله يكرمك ويحفظك. يسلمكم الله من كل شر. الله يكرمك ويحفظك بارك الله فيك. ربنا يحفظكم يا رب ويجعل لكم خير في الدنيا باذن الله. الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. الف الف شكر. جزاك الله خير يا حاجه داليا. ارجع لام محمد.
ارجع لام محمد وبقول لام محمد ان رؤيه الثياب القصير يدل على الزوج هنا، لان ربنا طرق المثل الاول في التقصير ثم جاب صوره الزوج بيقول ايه وام الزوج بتقول ايه. في اول البدايه الفالينه القصيره من نصكم الزوج محتاج للدعاء، فانت بتبحثي في الطريق عن اليات تكمله هذا الثوب، تكمله الحسنات للزوج، لان اذا مات ابن ادم انقطع عمله، يبقى في اعمال مكمله بعد الموت. ولد صالح والزوجة أيضا يصل دعاءها، والبنت الصالحة يصل دعاءها للميت، والعمل الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به. يعني إيه علم؟ طب ما هو جاهل مثلا أو أنا جاهلة. العلم إن أنا أجيب مصاحف أحطها في إيه؟ في مسجد من في بيت من بيوت الله، كلما قرأ القارئ فيها وصل أجر القراءة، مش القرآن نفسه، وصل أجر القراءة الصدقة الجارية باستخدام هذا الكتاب. صدقة استخدام الكتاب تصل إلى الميت، خلاص؟ ولكن لا يصل القرآن إلى الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولو كان القرآن يصل إلى الميت لقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتكم كذا. والحديث الذي يقول اقرأوا ياسين على موتكم حديث ضعيف لا أصل فيه، حديث ملوش أصل، لم يقلنا اقرأوا ياسين على موتكم، وحديث ياسين لما قرأت لا أصل له، مش موجود خلاص في السنة، معرفش مين اللي جابه. فخلي بالكم من الكلام ده. وانت يا محمد أكثر من الدعاء لزوج، وكلمة جه جواب ان زوجك كان على علاقة بسلفتك عشان كان عايز يتجوزها، وانت قلت ايه المانع، انا مفيش صدر، ده دلالة على طيب الصدر عندك، انت سيدة طيبة، واسأل الله جل ان يحشرك مع النبي محمد في الجنة. وكل بيقول لك تعالي ما انت بتقولي لا لسه، ان شاء الله اجلك طويل وحسن الله عملك. السلام عليكم. ازيك يا استاذة ميادة؟ ازيك يا شيخ سيد؟ ازيك يا حاجة ميادة، ازي حالك؟ الله يسلمك الحمد لله. تفضلي. لو سمحت انا عندي ليك ثلاث احلام. تفضلي. اول واحد، والدتي على طول بتحلم بفرخه بتطلع كتاكيت كتير، وكل ما تاخد كتاكيت بيزيدوا اكتر. نعم. وانا حلمت امبارح انني ماشيه في طريق وواحد قام متدور عليا قمت انا شتماه. نعم. فطلعت عماره ما لهاش اخر، اول بس ما لهاش اخر، كل ما اطلع السلالم حديد وضلمه، فجيت نزلت قام واحد قام جاري ورايا وعايز يضربني. نعم. وعلى طول اختي بتحلم اللي هي على طول عايز تركب القطر وما بتلحقوش، وامبارح حلمت ليها وخطيبها بيركبوا القطر ويجروا وراه مش بيلحقوه، كل شهر بيتجدد معاها الحلم دي. طيب اختك لابد ان تعمل رقية شرعية هي وخطيبها، فهناك شيء يعطل مسار الزواج. ممكن طب لو سمحت يا شيخ سيد عندي تفسير لك كمان ممكن اقوله لك. اتفضلي. على طول بحلم العزال اللي بيروح بس ناقصه حاجات. بتحلم بايه؟ بالعزال بتاعي بيروح بس ناقصه حاجات. انت متجوزة؟ لا لسه مخطوب. طيب ربنا يبارك لك يا رب يا حاجة ميادة، إن شاء المولى أبشري فذاك دخل من الشيطان. وأنا عايزك برضو تعملي رقية شرعية، لأن أرى إنك أنت وأختك ربما كان في سحر تعطيل، وسحر التعطيل ربما يؤدي إلى رؤية هذه الأوضاع في الرؤية، إن القطار بيجري وإحنا مش لاحقينه، إن عزال بيروح وأنا مش عارفة بيروح فين. على طول بيبقى ناقص حاجات. طيب. بيبقى ناقص الهدوم، ليبقى ناقص المطبخ. طيب يا حاجه مياد يا ريت تعملي رقيه شرعيه ان شاء الله، لان هناك نذير بان في خطر ممكن يكون من المس او السحر، فالوقايه خير من العلاج. دي بدايه حاجه ممكن تعطل الزواج، فيا ريت نعمل رقيه شرعيه ان شاء الله. صوت البقره، نغتسل بماء الزعفران وورق السدر، ندهن جسم زيت زيتون ومسك ابيض، ناخد عسل نحل انت وخطيبك. دي رقيه يا اخواننا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو سمحت يا شيخ سيد انا عايزه حاجه للوسواس. حاضر يا حاجة ميادة إن شاء الله هقول لك حالا. هات ورقة وقلم وهقول لك تقولي إيه للوسواس وتعملي إيه للوسواس إن شاء الله. وكل الناس اللي عندهم وسواس قهري يا ريت تجيبوا ورقة وقلم، هقول لكم على علاج سريع جدا 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 من القرآن والسنة المباركة لعلاج الوسواس القهري للمرض أو الموت أو للطهارة. الإنسان يقعد يتوضأ كثير، فإن شاء الله هحضر ورقة وقلم وهقول لكم إن شاء الله عن علاج الوسواس القهري. لكن بالنسبة ليك يا ميادة رؤية إن في أمك بتقول في فرخة بتكسر من بيضها، فهو أنت أو أختك إن شاء الله كسرة النسل، وإن شاء الله الفرخة البنت، فإن شاء الله أنت إن شاء الله سيكسر نسلك، هتتجوزي وإن شاء الله ربنا هيفتح عليك أنت وخطيبك إن شاء الله أو أنت وزوجك في الحياة الدنيا بالأولاد وبالرزق المبارك فيه. أرجع برضو لأم محمد، لسه في نقطة يا أم محمد، كون إن سلفتك بتقدم عدس. كلمة عدس في القرآن في سورة البقرة فوميها وعدسيها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فدائما اللي بيجيب العدس او الفول في الرؤيه او البصل نقول هو يعني في شيء في نفسه، في دناءه، في شيء بيخليه دنيء او عنده خسه، او ربما كان يذكر الناس بالسوء او تذكر سلفتها بسوء. فانت سبحان الله عز وجل رقيقه القلب يا ام محمد، قلبك منشرح بدليل ان بتقول ايه يعني لو حد اتجوز عليا، انت عندك تسامح، واحنا بندعو المسلمين جميعا ان يكون عندهم تسامح،
عندهم رقة وعذوبة في التعامل. عايزين الكلمة الطيبة التي هي صدقة محسوبة عند الله عز وجل، حتى الكلمة الطيبة صدقة. عايزين أن تلقى أخاك ولو بوجه طليق، عايزين نقابل بعض بحب ود، عايزين نمنع الفتن والشائعات والشبهات، عايزين نرجع مصريين نحب بعض، عايزين نرجع عامة الناس نكون من عامة الناس، يعني يحسن غنينا على فقيرنا وعزيزنا على ذليلنا وكبيرنا على صغيرنا، ويكون في توقير وفي احترام. يا ريت الله يكرمكم. فانت محمد امراه رقيقه القلب، ومعاد الصلاه. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. ازيك يا ام يوسف؟ ازي حالك؟ عليكم السلام. ازي حضرتك؟ ربنا يخليك يا شيخ وربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا ام يوسف، تفضلي. كنت بستاذن حضرتك في حلم. تفضل. كنت حلمه ان انا زي ما اكون والده. نعم. وكنت زعلانه، وجوزي كان قاعد بيبص وعمال يضحك، وواحد صاحب جوزي بيديني فلوس، وكان زي ما اكون بيواسيني. نعم. بس هو ده الحلم. بص يا ام يوسف، انت تفتقدي الى مشاعر الزوج. اه. فهو رجل لا يشعر بك. اه. وربما كان يعني مهملا في عواطفه معك. اه. وارى ان هناك خطرا جسيما يقع فيه كثير من النساء، عذوبه الكلمه من اولئك الرجال، يعني ده مش ليكي انت لكن لعامه الناس. ربنا دايما بيخطب بيقول خلي بالك. ممكن انت تكوني مع ربنا وواحد يخش بكلمه، والله رايناها مع كثير من النساء حتى من حفظة القرآن، تقول لك أصل أنا مفتقدة للشيء ده مع زوجي، فلقيت واحد بيكلمني كلمة حلوة، فأنا بصراحة بدأت إن أنا بدأت أتصل به عشان أسمع صوته، وبدأت إن أنا أتعلق به. خلي بالك، فهذا خطر عظيم. إن كل إنه بيديك فلوس وبيتقرب إليك، فهو عايز يعني عرف نقطة الضعف اللي عندك، وعرف نقطة التجاهل من زوجك، فعايز يخترق المجال الجو بتاع العلاقة الإنسانية بينك وبين زوجك. خلي بالك. بس هو صاحب جوزي، هو اصلا معاه، جوزي مسافر وهو معاه هناك، وانا ماليش علاقه بيه اصلا. لا، انا بقول لك خلي بالك من هذه النقطه. اذا افتقدت المراه لعواطف الزوج، الزوج مش موجود، الزوج مسافر، مش شرط يكون صاحب الزوج. هذه الدلاله التعليميه من الرؤى الموكل بها الملك من الله عز وجل، انما تاتي لنذير. المراه وهي جوزها بعيد، ان شاء المولى تبارك وتعالى ام يوسف ربما بتفتح قدامها الاجواء، واحد تصبر مره والثانيه والثالثه، وفي الاخر عايزه بقى حد يكلمه ويكلمها. تاخدي بالك، ودي دعوه عامه، لاننا من كثير الاتصالات التي نتلقاها الاخت تقول والله اصل انا زوجي سايبني ومسافر، طب انا اعمل ايه بسفره؟ انا كنت عايزه جنبي، فلقيت ده بيطبطب عليا، بيواسيني، بيشد من ازري، لما بحتاج حاجه بتصل بيه بيقوم لي بيها. خطر عظيم جدا يدخل به الشيطان، كما دخل الشيطان لبرسيس الراهب، وبرسيس الراهب عبد ربنا 40 سنه، ونزل في قول الله عز وجل في سورة الحشر كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فجل برسيس الراهب في سورة راجل صالح كده وقال له البنت، مع اختصار القصة طبعا إن كان في ثلاث شباب ليهم بنت، وقالوا مين اللي نقدر نستأمن على البنتين ديت، فقالوا برسيس الراهب. جابوا واحد بنوا لها صومعة أمام المكان اللي بيتعبد فيه، فجل الراجل الصالح ده اللي هو إبليس نفسه، فقال له انت سايبها؟ ده بنت جميله وصغيره يا اخي، وسيها فوساها يا اخي، خش اقعد معاها. دخل قعد معاها، يا اخي ده جميله جدا، قبلها فزنا بيها، فحملت منه فقتلها هي والجنين. فسبحان الله انتهى الموضوع بايه؟ بالقتل. فقتل وهو ساجد للشيطان، ولذلك نزل قول الله عز وجل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أم مصطفى. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عملت الرؤية الشرعية لابني. نعم. قبل ما أنام. نعم. وبعد ما نمت شفت إن إحنا في بيتنا القديم، وفي في أوضة النوم بتاعتنا حمام، وأنا حاطة الصابون على وشي بغسل وشي، وابني زيي، وبجيب المية بحطها على وشي، فلقيت في شطان. فأنا قعدت أصوت وأجري، فلقيت أختي قاعدة بتقول لي في إيه؟ فقلت لها ده انا شفت الشيطان. نعم. فبتقول لي طب هو شكله عامل ازاي؟ فانا لسه وصفونا، فراح النور قاطع. فجرينا خرجنا في الشارع نستخبى في اي بيت، لقينا في بيت جنبنا في ناس قاعدين كتير قوي في قلب البيت. نعم. فروحنا قاعدين معاهم، فلما قعدنا هم كانوا مفزوعين مننا. وفجاه لقيت نفسي واقفه قدام بيت حماتي وستي يا متوفيه. لقيتها انها قاعدة جوه وتعبانة. نعم. ولقيت والدتي داخلة وخالتي، والدتي كانت بتبص لي وهي زعلانة قوي، إن أنا بلغتها الخبر الوحش دوت إن إيه ستي تعبانة.
كنت تروي على كده يا شيخ. طيب يا ام مصطفى، يعني نشير بقوله تبارك وتعالى: هناك شيطان لابد ان تتبعيه، فهو يرهق اهل البيت وبما فيهم انت، خلي بالك بما فيهم انت. أيوة. وهو متركز مع البيت ككل، مش مع ابنك بس، عشان تخلي بالك. هو من الجن النقال او الرحال او جن الخلاء. جن الخلاء لان انت شفت حمام في قلب الاوضه، ده جن خلاء. أيوة. يحتاج الى قوه من البيت كله، كله يصلي، ارقي البيت بماء الزعفران، رش اركان البيت 40 يوم. جن الحمام لابد ان انا ارقي البيت 40 يوم بماء الزعفران. بالنسبه لبيت ابويا يا شيخ؟ نعم، بالنسبه لبيت ابويا؟ لا، بيتك انت، الموضوع يخصك انت واولادك. ارقي بيتك بماء الزعفران والسدر. أيوة. شغل صوت البقره 40 يوم، ويا ريت الله يكرمك برضه تعملي برنامج مع ابنك، يا ريت تعملي برنامج رقيه شرعيه، تغتسلي بماء الزعفران والسدر 7 ايام، وتدهني زيت زيتون ومسك، لان الموضوع يخص جن الخلاء. طيب يا شيخ انا هقول لك كمان رؤيه وهقفل عشان اسمعك من التلفزيون. تفضلي تفضلي يا ابو مصطفى. طيب ستي انا شفتها قبل كده من امتى، 20 يوم كانت قاعده على مسقه، وبعدين بتقول لي شيليني، وكانت رجليها تعباها مش قادره تقوم بيها. نعم. وهي كانت قبل ما تتوفى كانت برضه تعبانه. نعم. كل على ده احتاجوا الى الدعاء والعمل الصالح، لان المسقه والترعه. طيب انا هقفل يا شيخ عشان انا مستمع. طيب تفضل يا مصطفى. طيب شكرا يا شيخ، تقبل الله منه ومنك. المسقه والترعه هي العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام العلاء لما قالت ان رايت لعثمان ابن مزعون عينا تجري، مسقه بتجري، قال ذاك العمل الصالح يجري له. فاذا كان الانسان راى ان اي من المتوفين سواء من ابيه او امه او سته او جدته أو جده أو أي كان يقف على مدرج ترعة، فذاك العمل الصالح. وكونه كسيح على ترعة لأنه هو بيلوم نفسه، هو هناك بيلوم نفسه. الأعمال الصالحة اللي عمالها تجري، الصلاة والعبادة والذكر والدعاء والصدقة وكف اللسان عن الأذى وكف الإيد عن الأذى والسعي إلى الصلوات والسعي إلى الطاعات وإلى صلة الأرحام، بيشوف كل ده بيجري قدامه وهو متكسح. ده محتاجة للدعاء، ستك محتاجة للدعاء. أما بالنسبة للرؤية الأولى، يعني أرجو أم مصطفى أنك أنت تعملوا رقية شرعية لنفسك ولأولادك ولبيتك، وأنا بقول للجميع عليكم أنك أنتوا تعملوا رقية شرعية جامعة. من مبدأ الوقاية، لو الإنسان أحس أنه هو مكروب أو مهموم أو في شيء في نفسه أو في تغيرات في حاله أو في شغله أو في دبته أو في زوجته أو في أولاده، على طول أنصب نفسك 7 أيام، اعمل رقية شرعية، شغل صوت البقرة، اعرض نفسك على معالج بالكتاب والسنة، مش الجماعة اللي على الساحة النهاردة اللي ربنا يصلح حالهم ويهديهم يا رب، لا يستخدم الأسماء، لا يستخدم المهاترات ولا الدجل ولا الشعوذة، يكون حجام، يكون أعلم بطبائع وفصائل الدم، لأن الكلام ده انتشر النهاردة حتى أنه تسبب في أمراض مستعصية، كموضوع مثلا السقط المتكرر عند كثير من النساء، كموضوع تأخير الحمل، هذه آفة منتشرة. ولله الحمد والمنة والكرم، يعني استطعنا بكتاب الله وسنة رسول الله ان احنا نعالج الاشياء دي باسرع ما يمكن. موضوع تاخير الانجاب موضوع والله بفضل الله عز وجل وليس بفضل احد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي الكريمه ازي حالك؟ الحمد لله بخير يا رب. تقبل الله منا ومنك، تفضل. انا ام ملك، اتصلت من شويه. اتفضل ام ملك. كنت حلمت ان في حد عاوز يكفي عليا جردل. نعم. فانا عارفه ان لما يكفي عليا جردل انا هموت. فمشيت وجريت، فقلت لهم انا عندي ميزه ما حدش عندكم، يعني مش عند حد منكم. فطرت لقيت نفسي فوق المقابر، فقلت ايه اللي جابني هنا؟ فلقيت ليا ستي اسمها محاسن. فحسيت منها برضو ان هي زيهم، فبرضو مشيت منها وطرت، رحت نازله على الارض. فلقيت شجره كلها ابيض خالص، وبدل الورق بتاعها كله حمام. نعم. فلقيت عمي واقف جنب الشجره دي، فقال لي الحقي بسرعه هات الحبابه دي عشان ما يحصلكيش حاجه. نعم. فببص لي، يعني ببص له بقول له يعني انت هتقدر تشيلني في نفسي، مش بقولها له، هو هتقدر تشيلني. فلقيته قدر ان هو يشيلني، فبسرعه مسكت بالحمامه قبل ما تطير مني. نعم. فلقيتها غير باقي الحمام، يعني صغيره، كل الحمام كبير وصاحح ريشه كويس. هي زي ما تكون مبلوله حاجه بسيطه جدا. نعم. فالمهم ان انا امسكت بيها وببص لقيت الدنيا كلها بيضة وكل الناس أبيض وقاعدين في مكان جميل قوي. فعيني راحت على واحدة اسمها عواطف، قلت يا معقولة كمان هي هنا؟ فبعدين صحيت من النوم. ربنا يبارك فيك يا أم ملك. أنت عندك أولاد غير ملك؟ زياد. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم لك يا رب. طب أنا عايزك يعني لا تتعلق بالولد عن البنت، يعني عايزك أنك أنت تعدلي في المساواة، لأن خلي بالك من بنتك هذه البنت الضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زكى البنات عند ولادتها فقال:
يوكل الله لها ملك، ملك يجي عند الولاده كده واتقي الله فيها فانها ضعيفه، ابنه ضعيفه، انها ضعيفه. فعشان كده ربنا بيوصيك في الرؤيا ان كل ثمار الخير والبركه والنقاء ما هتجيش الا بعطفك وحنيتك، لان انت شفت عواطف. البنت هتفتقد العاطفه، لان دائما ميول الاب والام بيكون الولد عن البنت. خلي بالك. حتى في الولاده يعني الولد بيتعمل له بهرجه وبيتعمل له زيطه وزنبليطه عكس البنت. فخلي بالك من النقطه دي، لان دي نقطه دعويه جامده جدا. اما بالنسبه للموضوع ان في ناس بيض انت وسطيهم، ان شاء الله الصحبه الصالحه، ارجو الا تصحبي اناس يغتابون الناس وينمون عن الناس، خلي بالك. حاضر. لا تصاحبين الناس. تفضل يا ام ملك. دايما احلم ان في برايز وشلينات على الارض كتيره قوي، وانا بس اللي شايفاها وانا اللي اخدها، بقول معقوله الناس مش شايفه ومش عماله تاخد زي ليه؟ نعم. فكتير قوي ما بيخلصوش. نعم. بس بركه الرزق يا ام ملك، اسال الله عز وجل ان يثبت عليكي بركه الرزق. اللهم. فاحنا في ناس كتيره بتفتقد البركه رغم ان دخلها كتير جدا، لكن مش لاقيه البركه في المال. شكرا يا ربنا يحفظك ويبارك فيكي، دي نعمه من ربنا عز وجل، ان ربنا يقول للعبد انا مبارك لك في رزقك، اينما تكون هتلقى رزق. ليه؟ لان الانسان طول ما هو قريب من ربنا يسال ربنا، يستعين بربنا، يستجير بربنا، يستغيث بربنا، ربنا بيفتح له كل مدارك الخير والله العظيم من غير ما يسال. لان حتى انت قلت يا ام ملك ان انا في نفسي طلبت ان عمي يرفعني الى الشجره في نفسي، وانا ما قلتلوش اساسا ورفعني، فالرفعه من الله عز وجل، وانت قلتها في نفسك لانك انت فعلا لا تسال الناس ولكن بتسال الله تبارك وتعالى. شجره البيضاء دلاله نقاء السريره ونقاء القلب، هو القلب الابيض، القلب اللي بيميل الى الله تبارك وتعالى. والحمامه البنت بنتك اتقي الله فيها، ورزق المبارك فيه ان شاء الله ربنا يحفظه لك باذن المولى، ولا تنسي حق الله فيه ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ الحمد لله. بص يا شيخ، انا كنت بكلم حضرتك من شويه. اتفضل يا ام محمد. بتاع العدس، اللبس اللي انا اللي كنت لابساه، نص كم دي اللي كنت لابساه. هو اللبس يا ام محمد يخص الزوج. الثياب هو الزوج. طب بص يا شيخ، انا برضو حلمانه حلم كده، ان انا كنت عند بيت جماعتنا، هم بلد تانية يعني غير بلدنا. فانا كنت عندهم بزورهم، فانا لما يعني دخلت الحمام اعمل حمام. نعم. قعدت على قاعده بلدي، فلقيت الجيران انا عارفاهم الستات دول قاعدين قدامي كده اهو قدام الحمام وقاعدين يبصوا عليا. نعم. رحت انا بقول يا انا قاعد اعمل كده ازاي يعني اعمل حمام؟ فالمهم عملت حمام يعني. نعم. وبعدين قلت افتح الميه انضف كل حاجه عشان لما اجي اقوم ما يشوفوش مني حاجه مش كويسه. نعم. فهم قاعدين يبصوا لي جامد، كل الستات بتوع الحته بتاع عند جماعتنا. نعم. فانا قمت وخرجت في الشارع، بيت جماعتنا له مكان كده بيربوا فيه طيور بط وكلام من ده. فلقيتهم بيقولوا ايه، هم قاعدين بابا يقول لي ايه ده، احنا عاملين كاميرات عشان نشوف اي حرام يخش عندنا يسرق حاجه. احنا نشوف. فانا خرجت في الشارع وبمشي في الشارع كده، بتمشى في الشارع، لقيت ده هم عاملين شاشة تلفزيون، واللي بره كله شايف اللي عندهم جوه. نعم. يعني كل حاجة عندهم باينة، اللي رايح واللي جاي في الشارع هو اللي شايفه، ده هم اللي مش شايفين. نعم. فأنا مش عارفة دون ايه. بص يا محمد، يعني انت ده في في حاجة تانية برضو يا شيخ. اتفضل يا محمد. برضو انا كنت مسافرة برضو في يوم، ووالدي كان وياي وعمي. نعم. فبعدين احنا مش عارفة كنا بنشتري زي ما يكون بنجهز حد او حاجة، وبعدين اني ماشيه معاهم قالوا ايه احنا نشتري حاجه عشان نتغدى. رحت انا بقول لهم انا معايا سمك، معايا سمك بوري، معايا 3 كيلو 3 كيلو ونص او 3 كيلو وربع، يعني معايا 6 كيلو ونص هيقضون، بس هشتري البنت بس نص كيلو مشاط لان هي بتحبش البوري. وبعدين احنا مشينا لقيت واحده بنت كده جميله عامله زي عرايس اللعبه واقفه بسمك شكله جميل. رحت انا بقول ايه اخد منها نص كيلو، فلقيتها بتلمع كده شكلها غريب يعني عامله زي العريس اللي قبل. فانا جيت امشي لقيت واحده ثانيه مش عارفه دي من بناتي ولا ايه. راحت لها وجابت منها، بقول لها انت جبت منها؟ قالت لي اه. بقول لها هاتي كده اما ادق. قلت لها ايه ده سمك حادق، ده مش حلو. لا ده مش حلو، ده سمك حادق. ورحت قلت لها ارمي ده سمك مش حلو. ورحت ماشيه لقيت نفسي وقعت في حته زي ميه كده، هي ماشيه كاني ماشيه على الميه على البحر، وكانه قدامي ماشيه لقيت نفسي دي قش ورحت واقع. بس انا ما سبتش نفسي، مسكت قعدت متعلقه في حبه قش كده جامدين، ما سبتش نفسي بسهوله كده. قلت اللي حواليا ان ده بابايا هو اللي هينقذني ويجيبني. فجيه بابا ضير حاجه كده زي سور، رحت انا طالع عليها ولقيت نفسي اتنجيت على طول. نعم.
طيب يا محمد، الرؤيتين لهم مدلول واحد، هو مدلول استعيني على قضاء حوائجك بالسر والكتمان، وان في ناس بتراقب تصرفاتك، وخلي بالك من الاماكن اللي انت بتطرقيها بنفسك، ممكن تكون مكان اماكن شبهه، والناس تتلقفك بالكلمات وباللسان، يتهموك في عرضك او يتهموك بكذا، فحتى لا تتعرضي لفتنه القيل والقال، خلي بالك، راقب نفسك وراقب طريقك وراقب الاماكن اللي انت بتروحيها، لان في فعلا ناس بتحاول ان هي تشوف انت بتروحي فين وبتيجي منين. والنهارده احنا عايشين في مجتمع في افات اللسان غير ما تتصور، عكس ما تتصور تماما. الناس النهارده فاضيه قاعده، ما وراش غير فلان عمل وفلان عملت وفلان سوت وفلان سوى وفلان على علاقه بفلانه وفلانه ديت مش محترمه وفلان ده. يا اخي انت مالك؟ دعي الملك للمالك يا اخي. يا ست انت مالك؟ خليكي مع ربنا. اذا كنت انت بتكشفي عورات الناس فان لك عورات، انت عندك عورات كتيره. فالنهارده من كشف ستر عبد ستره الله في الدنيا كشف الله ستره يوم القيامه. ربنا هيكشف سترك والله العظيم، ويفضحك على رؤوس الخلائق وانت بتفضح الناس، وكذلك انت ربنا هيفضحك على رؤوس الخلائق وانت عمال تطلع عيوب ده وده وده. فاتقوا الله ربكم وراقبوه في اعمالكم، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن، وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. امة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا امة الله؟ ازيك شخصيه؟ الله يحفظك. بقول لحضرتك، انا من فتره، يعني مش الايام دي، من فتره من شهور يعني، كنت شفت رؤيه كده ان في مدخل البيت بتاعنا في مظلم كده شويه، وكان في كلب اسود داخل. فحضرتك قلت انا هدخل الشقه تحتي لحسن يدخل وكده واقفل الباب، ورحت دخلت وسلفتي كانت معايا اسمها شربات، وهو عايز يدخل ورانا وانا ازيح في الباب، وقلت لها ازيح معايا في الباب وكده، ففضلنا نزيح وهو من بره يزيح عايز يدخل وكده. فتقريبا زي اللي يعني غلبنا يعني كده ودخل يعني في الشقه بتاعتي وكده. فحضرتك برضه كنت اشوف رؤية، مضطرت عليا مرتين ان انا اشوف واحد بيجري ورايا، فهو في الحقيقه واحد معتوه يعني بالزين، كل ما يجري يجري ورايا جامد وانا اجري، وادخل مكان واقفل الباب ويدخل برضه ورايا وكده، واحيانا مره احس انه بيتحرش بيا وكده. نعم نعم. وبعد كده دخلت البيت في مره في الرؤيه الثانيه، بيت واحده جربتنا اسمها رقيه وكده، وانا طالع السلم كان في علبه مش شفت فيها عقرب صفرة. فحضرتك بعد كده عملت رقيه شرعيه يعني من حوالي اسبوعين كده. فحضرتك شفت اني في امتحان، بس الامتحان ده يعني ان انا كنت قبل كده اشوف الامتحان ان انا مش بحل فيه يعني. نعم. من فتره وكده، بس الامتحان اللي شفته ده بعد الرقيه ان انا حليت فيه بس الله. ما كملتهوش يعني الله. ان انا وبحل، فبعد كده انا وبحل كان معايا بنت صغيره حوالي سنتين ثلاثه كده، فعملت حمام على، كان معايا مشيتين موكيت، عملت حمام عليهم براز وكده، فروحت اخدتها على الحمام وخدت المشيتين دول معايا على الحمام، وانا عزك الله يعني عملت برضو حمام بول يعني في الحمام معاها وكده، فرحت خدتها وطلعتها، فقلت لا انا مش هسيب المشيتين بتوعي دول في الحمام، انا هاخدهم معايا عشان اخدهم معايا البيت، فاخدتهم معايا في اللجنه وعديت بيهم يعني وسط اللي بيمتحنوا وكده. امة الله، انت متزوجه يا امة الله؟ اه متزوجه. معاكي اولاد؟ معايا بنت وولد. معاكي بنت وولد؟ بارك الله لك فيهما. طيب بص يا أمة الله، بالنسبة للمرأة إذا بالت فإن شاء الله حمل قريب، في حمل إن شاء الله في ولادة، وإذا بالت البنت مع المرأة، لأن أنتوا الاثنين بولتوا، فذاك هو تجانس النفس إن شاء الله، بنتك يعني تدرس بعض صفاتك اللي هي التقوى والقرب إلى الله والاستعانة بالقرآن والسنة، فالتجانس في العمل في نفس الرؤية يدل على التجانس في الشخصية يعني إن شاء الله. إيه اللي بالإدري على فمها تطلع البنت الأمها عن أبي مصطبة رضي الله عنه وارضاه مسمي. طب حضرتك معلش، هي ما تبولتش، هي عملت براز معلش يعني. انا بتكلم ان البول او الغائط اذا كان غائطا فدفعه الاذى عن النفس، ودفع الاذى هنا لو كان غائطا فهو الشيطان، والشيطان هنا اللي انت الكلب الاسود اللي شفتيه داخل البيت. فابن تيميه وابن القيم قال ان الشيطان الكلب الاسود شيطان الجن، مش جن عادي، ده شيطان جن، ده جن متمرس، ده داخل يفسد في الزوجه وفي الابناء. معلش قبل يقفلوا عليه، بس موضوع الامتحان ده ما كملتلهوش. احنا ان شاء الله يا امة الله، ده احنا حلو قوي ان احنا بدانا نحل، بس لسه ما كملناش يا امة الله، عايزين نكمل رقعه شرعيه. حضرتك معلش ثواني هكمله لك، معلش ان انا رجعت تاني اللجنه وفضلت اطلع واروح من مكان لمكان وكده، وبعد كده جابلتني واحده برضه ثاني من المتحنين، جات لي خدي عبيلي الجزازه دي معاكي،
عشان انا بامتحن معلش، فانا ما رضيتش اكسفها واقول لها يعني انا بامتحن زيك، فرحت خدتها معاها، خدتها منها وعبيتها لها ميه من الحنفيه وكده. وبعد كده حضرتك ان انا من مكان لمكان اتنقل، وبعد كده غيرت الشبشب اللي في رجلي، كان معايا شبشب بصباع، فرحت قلعت شبشبي لبست شبشب تاني، بعد كده رحت رجعت تاني ولبست شبشبي هو يعني جيت شبشبي رحت لبسته، والشبشب بتاعي ابو صباع ده كان فيه اثر طين، كان فيه حته طين يعني كده اللي هو بتاعي انا. ماشي يا امة الله، بعد كده حضرتك ما ده تغيري الحياه يا امة الله، يعني انت غيري من حياتك وغيري من نفسيتك، لان الزوج يحب المراه المتغيره للاحسن مش للاوحش. ما يحبش المراه الكئيبه، ما يحبش المراه المريضه، ما يحبش المراه اللي دايما نايمه تقول له اه وعظبه دماغها كده بحزمه برسيم او حزمه فجل، وداخل ليه القرون طالعه قدامه، القرون طالعه من ورا وعامله زي الغوريلا، وقعد يقول لها ايه ده، تقول له اسكت بقى احسن، ده انا دماغها هتنفق. ده الرجل لا يحب المراه دي تماما، الرجل يحب المراه المتغيره، الا انه سبحان الله، وده فقه النساء لازم تعرفه، فقه المراه لازم تعرف ان الرجل عامل زي الطفل بالظبط، يحب المراه الجميله التي لا يظهر منها الا الحسن، لا يظهر منها قبيح ولا يشم منها الا اطيب ريح. لازم تعمل كده، حتى لو انت بتشكي الما يا ريت تبهرجي نفسك. فوالله يعني الإنسانة اللي بتتداعى المرض عشان لا تؤدي حق الزوجية دائما بتصاب بالمرض، دائما بتصاب باليأس والهم والحزن. المرأة الغضوبة كثيرة الغضب لا تخرب إلا على بيتها وعلى نفسها، المرأة العنادية دائما بيكون عنادها على نفسها. فأنا بقول لكل امرأة الآن تغير من نفسك، دعوة ربنا جل وعلا في الرؤية لأمة الله، تغيير الشباشب تغيير النفس، وتكونك ترجع للشبشب القديم. زوجك الاولاني محتاج التغيير والرجوع ترى واخرى عليه بالسؤال وبالحنيه وبالمداعبه وبالضحكه وبالابتسامه. ما تعملوا الكلام ده، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يداعب عائشه ويجري معها طرف فتسبقه مره ويسبقها مره، وكل واحده بتلك واحده بواحده. فسيدنا النبي كان بيجري مع النبي كان بيجري دلوقتي، لو انت وزوجتك نزلتوا في الشارع بتجروا وسط بعض، ايه الراجل الله بل ده اللي بيجري ومراته سليم. لكن النبي بيعلمنا ان فقه التعامل مع الزوجات فقه الحب والود والنزول من مرتبة الرجولة إلى مرتبة الدلع والحنية والله فقه النبي جميل. اقرأ في زاد المعد ابن القيم في باب جماع النبي، شوف النبي كان بيداعب زوجاته ازاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ سيد؟ ازيك يا أم محمد؟ الله يسلمك، الله يكرمك يا رب. معلش يا شيخ سيد، بس انا كان عندي حلم وبرضك ومشكلة برضك، الله يكرمك يا رب. اتفضل يا أم محمد. يعني حلمت بابنه الصغير كان ماشي كان ماشي في ايدي كده، واحنا ماشيين على البحر عندي في بلدنا، وبعدين راح الولد سايب ايدي وجاري ماشي على البحر، لقيته بقى في نص البحر. نعم. فانا قعدت وقت خايفه كده ومش عارفه، مصمره في مكاني ومش عارفه الولد ده اجيبه ازاي. لقيت واحد طلع لي من البحر سبحان الله، راجل سن قوي كده، راح مدد ايده وجايبه لي ماشي يمكن على الميه، انا طبعا مش عارف اعدي في الميه، هو اللي طالع لي من الميه ماسك الولد وجايبه لي في ايدي وعطيه لي. نعم. المهم بعد كده خدت الولا وخلاص وصحيت من النوم، ده حلم. نعم. حصل بقى في الحقيقي، بقى في الحقيقي ابني الصغير اللي اصغر منه اتلمت، فجبنا واحد يعالجه، سبحان الله جيت اشوف اللي بيعالجه هو نفس الشخص اللي طلع من الميه اللي انقذ ابني الكبير. وبعد كده فقلت لهم، فلما شفته لاول مره اشوفه بقى في الحقيقي قلت له انا شفتك يا عم الشيخ، شفتك في الحلم. نعم. بس انت ما كنتش بتنقذ الواد ده، انت بتنقذ اخوه الثاني. نعم. المهم قلت له طب ممكن ترقيه؟ قال لي طيب ماشي ارقيه. المهم اخر الرقيه قال لي لا، الواد اللي هو شايفه اللي انا شايفاه في الحلم قال لي لا ده كويس، ده ما فيش اي حاجه، امال التعبان هو الواد الصغير. نعم. اللي هو الحلم معكوس، الحلم جاي لك على شكل الواد الكبير. نعم. قلت له طيب ماشي وخلاص، والحمد لله الواد المثل اللي عنده راح وكده. نحمد بس الله. بس كل فتره يعني سبحان الله العيال بتتلمس، يعني الواد الثاني الكبير دلوقتي انا كلمت حد. طيب يا ام محمد، بالنسبه لكون الولد يسبح في بحر يخرج منه رجل على هيئه اهل السنه والجماعه، فانما يدل على ان شاء الله يكون من ارباب القران والسنه ويبحر في معالم القران والسنه، لان اللي خرج من البحر رجل سني. فان شاء الله ابشرك بان هذا الولد الكبير ان شاء الله سيكون من اهل القران والسنه. السلام عليكم استاذه مياده. السلام ورحمه الله، انا مكلمك من شويه يا شيخ سيد. تفضل يا استاذه مياده. بالله عليك والنبي فسر الحلم اللي انا كنت ماشيه وواحد اتبول عليا. ماشي يا حاجه مياده، يعني الرجل يتبول على المراه، انت متزوجه؟ لا لسه والله. مش مخطوبه؟ مخطوبه. طيب ان شاء المولى بول الرجل على المراه فهو زواج، بول الرجل على المراه فهو الزواج، وهو كسره الذريه ايضا.
وبعدين طلعت في العماره من فوق وطلعت من اولها وما لقيتش لها اخر والعماره كلها. طيب يا حاجه مياده انا عايزك تقرب الى الله لان ديننا ملوش اخر، ديننا كل من يرتقي فيه يصعد الى اعلى المراتب، فانت دخلت ليلته اول ملوش اخر هو الدين. خش واصعد في دينك وما تساليش هو اخره ايه لان ديننا ملوش اخر يا حاجه مياده. طب ماشي بالله عليك بقى اكتب، انا عايز اكتب قول لي على حاجه للوسواس بالله عليك. حاضر يا حاجه مياده باذن المولى عز وجل. انا قلت ان مرض الوسواس القهري سواء كان من الطهاره او من، طب نكمل يا حاجه مياده بعد الاتصال. السلام عليكم ام محمد. ازيك يا ام محمد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يكرمك يا ام محمد. الحقيقه انا عايز استفسر منك على حاجه بس. تفضلي. انا ببقى احلم احلام دايما وحشه على طول، وبحلم بتعابين وبحلم بكلاب سودا بتجري ورايا على طول. بس الكلام ده من فتره كبيره. وفي الاواخر الاحلام بتزيد بقى، بان يعني كان دايما انا افلت منهم او اضربهم او كده في الاول، الوقت بقى هم يضربوني هم اللي بيؤذوني، بفلت منهم باعجوب. طيب يا محمد انت ظهر في بعد الاحلام دي بقع زرقاء في الجسم او خرابيش؟ بقع بس. طيب في ضربات في القلب سريعه؟ مش عارفه ما باخدش بالي. بس تعب في اسفل الظهر؟ ايوه. سقوط الشعر بطوله؟ ايه؟ سقوط الشعر بطوله؟ ايوه يا شيخ السقوط في الشعر. في سواد تحت العين يا ام محمد؟ في سواد تحت العين؟ اه. طيب بص يا محمد ده من ده يعني طب اسمه. حاجه اقول لك الاول، حاجه كمان اقول لك الاول معلش. اتفضلي. انا بحلم على طول وانا نايم، يعني لو ما قلتش الاذكار او بعد الفجر على طول، لو قايل الاذكار بالليل وبعد الفجر لو اتاخرت ربع ساعه حتى بس يعني من غير ما اصحى لازم احلم بجماع يا شيخ. محارم يعني الاب او الاخ؟ لا كان الاول، لا كان الاول ناس ما اعرفهمش وبعد كده زوجي. طيب يعني ان شاء الله المولى تبارك وتعالى ده مس عشق جن باذن المولى تبارك وتعالى. وانا عايزك يا ام محمد تعملي برنامج ضروري من السنه حتى لا تطرق الى نفسيتك، يصيبك بالاكتئاب النفسي المزمن بالضيق الشديد بالنفور من الزوج. وانا زي ما قلت لكم انه بيوصل الزوجه الى حاله التمارض مش المرض، تحس بالامراض ولكن هي ما عندهاش مرض، تحس بان قلبها في الم شديد زي نغزات ابر في القلب، تحس بضيق في التنفس، تحس ان عظمها كله بيتكسر، تحس بالام متفرقه. واحيانا تيجي يوم تقول انا الحمد لله النهارده شفيت تماما مفيش اي اعراض، وتيجي بعديها بيومين ثلاثه تحس ان زي ما يكون جبل وقع على كتافها. هو يومين اثنين يا شيخ والله العظيم. طيب ان شاء الله المولى تبارك وتعالى عايزك تعملي برنامج من السنه، تجيبي ادوات العلاج بالقران. وانا اتمنى ان اي حد بيشكو من اي مرض من الجن ان شاء الله نعمل له حاجه اسمها الوغز. الوغز ده نافع جدا يا اخواننا، وذاك مما علمنا ربنا عز وجل وما توفيقه الا بالله، ان احنا بنجيب كاس صغير بنحطه كاس حجامه على الجبهه اليمين على الوريد اللي داخل على المخ في الجبهه اليمين، وريد خطر جدا، وبنوغز فيه بابره سكر ونقرا ايات الرقى الشرعيه ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله اخسى عدو الله، فان كان سحرا خرج وان كان مسا ان شاء الله تبارك وتعالى خرج بالدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يجري في ابن ادم مجرى الدم. فلا بد للمعالج بالقران والسنه ان يكون اعلم بطبائع الدم، الدم النقي ايه والدم الخليط بالسحر ايه والدم الخليط بالمس ايه. صدقوني يا اخواننا هو ده العلم، ان الانسان كلما اتقى الله عز وجل واتقوا الله يعلمكم الله. الانسان الطبيب بيخش المعمل يقفل على نفسه ويقعد يحلل ويعمل لغايه ما يخرج بعقار يعالج الامراض، كذلك المعالج بالقران والسنه يخرج في معمل القران والسنه فيخرج بعقار يعالج السحر والمس، وذلك كله لا ينافي القران والسنه في شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يكن فيه شرك. يا لا بأس ما لم يكن فيه شرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله اتفضل. شيخ سيد حضرتك كنت معاك من شويه ما كملتش ليك الحلم، معلش هكمل وحضرتك اسمعك من التلفزيون معلش. تفضلي. حضرتك حلم الامتحان ان انا زي ما قلت لحضرتك ان انا ما كملتش، وكان معايا مذكره اللي هي مثلا المفروض فيها الحل الكتابي نعم. فانا شغاله ادخل من مكان وكده ومش عارفه يعني الاقي المذكره دي زي ما فيهاش الباقي الاسئله وكده، وانا حليت لحد السؤال 8 رقم 8. نعم. فكل ما اروح مكان الاقي نفسي حليت لحد السؤال 8، وقلت بعد كده بيني وبين نفسي ان انا لو ما عرفتش الاجابه في المذكره انا هاخد اي كلام يعني احطه في اجابه باقي الاسئله وكده ومش مشكله. بعد كده رحت جيت الفصل اللجنه كده لقيت اللي كانوا بيمتحنوا كلهم طلعوا ما بقيش غيري انا، رحت دخلت وقلت برضه الوقت لسه ما خلصش انا هاخد وقتي وهقعد يعني لحد الاسئله بتاعتي. فجاب بتاع الكنترول اللي لم الورق من الممتحنين فقال ناقص يعني الرقم الجلوس بيكون مثلا 1000 وكذا كده، فانا كان رقمي 5 قال ناقص رقم 5، قلت له ايوه انا لسه ما خلصتش.
فراح قال، قلت له معلش يعني النور زي اللي خفت كده، قلت له معلش مفيش نور هنا ينور، قال لي ادي النور وراك. فرحت نورت اللمبه، رحت نورت اللمبه الثانيه من وراي كده، النور نور وكده. ففضل مستني يعني هو كده لحد ما حل. بس بعد كده خلص الحلم حضرتك، بعد كده معلش الليله دي انا شفت اني زي كانه ما اعرفش كابوس ولا رؤيه ولا ايه، واحده برضو زي واحده جنيه بتزيح الباب عليها عايزه تدخل وانا ازيح عليها وكده، وتزيح عليا وكده، فراحت فتحت الباب وزي جات عندي زي كده دخلت عليا يعني كده. فبس حجمها يعني قصير وزي لحد نصي كده وهي واحده بس حضرتك. طيب يا امة الله، يعني دائما انا بقول ان الجن اذا جاء يسحب انثاه يسحب الانثى معاه، لان لا يعلم باسرار المراه الا المراه، حتى من الجن تعرف ازاي دواخل المراه وبتعرف تتحرك فيها ازاي. فانا شفت انك انت حتى في الامتحان في امراه بتصحبك في الامتحان وانت بتاخديها وبتروحي معاها ترى بعد الاخرى، فذاك والجن يريد ان يفقدك معالم الرقيه الشرعيه اللي انت عملتيها. انت قدرتي تحلل؟ طب حضرتك معلش انا الرقيه الشرعيه انا ما عملتهاش بزعفران، لان الزعفران غالي. نعملها بزعفران نكمل بقى، نعملها اقوى يعني. ممكن ابدا برقيه ضعيفه وبعدين استقوى بالرقيه بالزعفران وورق السدر، بحمل معالم القران والسنه، اعمل ورق الزعفران والسدر وبعمل لبن مقطوع يعني على صفات الجن. الامتحان اللي ما حلتهوش كله ده معناها ما هو انك انت وصلت يعني؟ ما هو انت وصلت للرقيه الشرعيه للنص. عايزين نكمل بقى، نكمل وانت عندك اصرار انك انت ترجعي طاره واخرى الى الامتحان وتكملي ان شاء المولى. هنكمل وان شاء الله هنجاوب. حضرتك معلش انا اسفه، اللي هو الزيتون، الدهان بزيت الزيتون مداخل الجسم ولا الجسم كله؟ الجسم كله، الجسم كله يا امه الله، لان المؤمن لا ينجس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس انما المشركون نجس. والمسك تبخير البيت 40 يوم، تبخير البيت 40 يوم بالمسك، ورش اركان البيت بالزعفران وسدر 40 يوم، تشغيل الاذان المتكرر وآية الكرسي 40 يوم او تشغيل سوره البقره 40 يوم، وان شاء المولى عز وجل نعمل الاغتسال 7 ايام، والدهان بزيت الزيتون المعصور على البارد والمسك الابيض او الاحمر 7 ايام، والنواصل. انا عايزك تواصل ليه؟ لان في بعض الناس بيتابعوا معايا في المركز يقول لي انا لسه، اقول له الرجل الذي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حالات من اول جلسه والله تبرأ، وفي حالات بفضل الله يعني جات لي حاله بفضل الله عز وجل لم تنجب بفضل الله عز وجل، وقال لها الاطباء ما فيش فايده تماما، سبحان الله وباكد لك ورب الكعبه هذا حصل. ودي من نعمه ربنا. انا عايز مش 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 ببين لك قدراتي، انا ماليش قدره، انا انسان ضعيف وانا اخسأكم عند الله عز وجل، واسال الله تبارك وتعالى ان هو يرحمنا ويتقبل منا، وانا بلوز الى الله باي عمل وباي قول انه يتقبله مني. دي نقطه احنا مفروغين منها، لان لا احتاج الى ثنائك ولا حمدك ولا تبجلني ولا تقول فضيله الشيخ، لا انا مش عايز الكلام ده. لكن انا بقول لك ان لما الطبيب يقول ما فيش فايده ونيجي نطبق القران والسنه وعنده الحمام المنوي صفر، والله صفر، ويجي سبحان الله يعمل برنامج معانا 20 يوم ويتصل بيا بالامس ويقول لي الزوجه بفضل الله حامل، والطبيب المتابع يستغرب. قدره ربنا، والله قدره ربنا. لا نمنع للطب اسراره، لا امشي مع الطبيب، ولكن حط اساسا ان الشافي المعافي هو الله. نعمل رقيه شرعيه، نعمل حجامه على الرحم المبيض، نعمل حجامه على تنشيط الحيوان المنوي عند الرجل، ناخد باليات القران والسنه، ان لم يشفك القران والسنه فلا شفاء لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اختي الكريمه اتفضلي. لو سمحت يا شيخ حضرتك، انا حلمت ان انا متزوجه معايا بنت ولد يعني. نعم. وبعدين حلمت ان انا في اوضه يعني مغلقه، ان ابني واقف في اوضه مغلقه يعني شفافه كده، بس انا شايفاه منها انا وزوجي يعني، ولابس بنطلون جديد بس بنطلون شكله حلو قوي. نعم. وزي ما يكون حد بيصوره. نعم. يعني زي ما يكون حد بيصوره، فانا بقول له يعني شوف هو واقف ازاي، ويعني يعني واقف كده للكاميرا ازاي وحد بيصوره، بس لابس البنطلون جديد و ده زوجك؟ ما اعرفش بقى البنطلون له لونين، يعني لما اتاكدت من البنطلون لقيت له لونين، لون من قدام لونه بني اسود ومن ورا بني غامق تقريبا يعني. الزوج اللي لابس البنطلون ولا الابن؟ ابني. ابني. ابنك اللي لابس بنطلون وواحد بيصوره. زي ما يكون حد بيصوره. اه بس مش شايفه اللي بيصوره. ابنك عنده كام سنه يا ام عبد الله؟ عنده 4 سنين تقريبا. 4 سنوات. طيب يعني بفضل الله عز وجل البنطلون اذا كان له لونان فالبني والسواد يدل على القوه والشكيمه والرفعه، وده بيدل ايضا يعني من التصوير يدل على الشهره، ربما يزيع صيته في العلم او له مدارك من مدارك الاكتشافات او يزيع صيته في امر من امور الدنيا، فابشري فهذه بشاره.
بس حضرتك انا حامل اصلا، لسه عارفه ان انا حامل جديد يعني. طيب ربنا يبارك فيك يا رب. ان شاء المولى هذا له علاقه بالولد اللي هو رايت له رؤيه وليس له علاقه بالحمل. اه ان شاء الله يعني الرؤيه كويسه يعني الحمد لله. ان شاء الله يعني يمدح بها الولد في، لان التصوير شهره، لا يصور مرأة اذا كان يشهر في زواج او في علم او في دعوه او في ما شابه ذلك. ولبس البنطلون اللون ان كان اصفر يدل على المرض والضعف، وان كان بني مع اسود يدل على الشكيمه والقوه والجراه في الحق. ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا ام عبد الله وبارك الله في اولادك ان شاء الله، واسال الله ان يجعله ولدا صالحا باذن الله عز وجل. فعشان كده انا بقول ان اليات الرقى الشرعيه دائما بترتبط بعلاقه المعالج بربنا عز وجل، بصدقه مع الله تبارك وتعالى. زي بالظبط اليات الرؤيه، لا يعبر الرؤيه الا صادق، لا يتكلم في الرؤيه الا رجل صادق يعني يصدق الكلام من الكتاب والسنه. لكن اللي بيتكلم من دماغه ويتكلم في الغيبيات واللي بيجيب سيره الغيب وفلان هيحصل له كذا، هذا ليس الصدق بل هو الكذب على الله عز وجل. المنزل الذي يتألى عليه، الله عز وجل يقول ذلك، بيتألى على ربنا حتى في غيبيات ربنا، حتى في ارزاق ربنا، حتى في اعمال ربنا. فدايما بيجي على النقطه الخفيه التي لا يعلمها احد، والناس تقول اه صح كلام مظبوط. انت عارف حاجه عشان تقول اه صح، ده بيكلمك في غيبيات تقول اه مظبوط مظبوط، انت عارف ايه ده انت وهو جاهلين، هو لا يعرف الغيب ولا انت تعرف الغيب، وقاعد تقول اه صح اه صح. زي الراجل بالظبط اللي راح لراجل يقرا قفاه، يقول لي اقرا قفايا، فقال لي على حاجات سبحان الله. فبرضه بكرر عليك كل يوم ان دي علم طالع جديد اسمه علم قراءه القفه، خلي بالكم. هتقول له واحد كده ايه بدا يشيع لانه خالف تعرف، يروح طالع بحاجه جامده جدا جدا عشان يزيع صوته، يقول لك اه ما هو في قراءه الكف يبقى في قراءه القفه. فالراجل راح له فقرا فقال له عشان انت ايه في حاجات بتتقال عليك من وراها، وقولك مين اللي بيقول عليك كذا. بدا يقول له على احوال في اهله وفي اخواته، وبدا يشتت شمله، وبدا يتهم الناس جزافا، ويقول له عشان ايه السحر والكلام زي السله بالظبط، مش بيقول لك في الوش ملايه وفي القفه سلايه، فانا اعرف لك مين اللي بيحط لك السلايه دي. فحاجه من البذاءه ومن الدناءه ان واحد زي ده يطلع ويقنع واحد والتاني يقول له اه صح صح صح. يبقى علم القفه اقوى علم دلوقتي على الساحه، وسبحان الله يعني حاجات مهاترات. نسال الله ان يعافينا وان يخرجنا من هذه الامه سالمين غانمين غير ضالين ولا مضلين. ومعنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام انس؟ الله يكرمك يا شيخ، جزاكم الله خيرا. جزاك خيرا، تقبل الله منه ومنك. لو سمحت، انا كنت شفت، انا شفت رؤيا ان يعني انا كنت زي بستحمى يعني، بس مش في الحمام يعني، انا في مكان زي اوضه فاضيه كده وواسعه، واقفه على حاجه عاليه مش عارفه هي ايه، بس اعلى من الارض بشويه. نعم. يعني انا يعني عاريه بس، وشعري كثيف جدا بس يعني مش طويل قوي. بعدين ولادي كانوا معايا، ولادي الثلاثه واقفين، فانا عماله اقول لهم اخرجوا اخرجوا يعني، ما ان هم شايفيني كده. فابتدوا يخرجوا، بس الولد الوسطاني واقف مش راضي يخرج، فقعدت اقول له اخرج اخرج يا انس، ففعلا هو خرجوا، فالثلاثه خرجوا. فالمفروض ان انا ابتديت استحمى، لقيت صوت ميه يعني مش الدش، انا مش شايفه الدش اصلا، بس كان في باب كده في الاوضه مقفول، فلقيت في ميه نازله من الباب من فوق، من عند عقب الباب من فوق، فميه نازله كده كتيره. فقلت ايه ده، يعني الجيران سابوا الميه فنازله من على السقف عليا. فالمهم نزلت فتحت الباب دوت، فلقيت ان في عماره قدام الباب دوت، وكأن الباب ده على منور او على الشارع، بس عماره قريبه جدا منه يعني، عماره جديده بس يعني مبنيه مسلح وطوب احمر بس، ومبنيه للاخر. بس العماره ديت اول بلكونه فيها الميه سايحه من سور البلكونه، يعني كان الدور كله عايم ميه ومن نازل من على البلكونه نفسها مش من الارض. فقلت ايه ده، حد نسي يعني. فلبست زي بشكير ابيض كده وفوطه بيضه، وطلعت اقول لهم الحقوا يعني، وناديت للبوابين او كده ان يشوفوا في ايه الميه دي، ونازله داخله عليا كمان في من الباب. فخرجت، بس لقينا العماره ديت كانها مصفه كده، ميه خارجه من الحيطان من بين الطوب وكده، كانها مصفه خروم كده من اولها لاخرها. فقلت ايه ده، يعني ده حد، وكانها هي المسلح بتاعها لسه فيه الخشب يعني، بواقي الخشب كانه لسه بيشيلوه جديد. فقلت ده حد عايز يهد العماره ديت، ان ساب عليها الميه من بالليل علشان تبوش، لان السقف لسه مش ماسك.
فكان فيه هو فيه فعلا حد يعني جنبينا مؤذي وكده، فشكيت فيه يعني هو حد من البوابين. قلت ايه ده، حد قال له يعمل كده عشان يهد العماره دي او كده. فانا بصيت لقيت ان حسيت ان العماره بايشه وخلاص هتقع، فسبتها ودخلت. فدخلت فلقيت فيه، قلت دي زمانها اثرت على البيت عندي الميه ديت، فلقيت فعلا فيه حبه ميه بس مش كتير عندي في الارض مكان الباب دوت جنب الباب. ولقيت في سقف في الحيطه كده زي في طرقه كده ان الميه ناشعه في السقف بس بسيط. بعدين لقيت في يعني السقف زي ما يكون في عواميد وكده او عواميد تحت يعني تحت السقف، بس عليه اثار زرع عندي انا في البيت. بس فصحيت يعني. طيب يا مؤنس خلي بالك ان نعم؟ الرؤيه فيها دعوه ان تحذري من رجل خبيث منافق. اسمعيني من التلفزيون يا مؤنس، هذه رؤية المرأة تستحم في الحمام وتخرج أولادها، فالرقى الشرعية تجنبا لألا يمس الولد، وعلميه أذكار دخول الحمام ده إخراج الأولاد من حمامك إن شاء المولى. حاول أنك أنتم تخرجوهم من كوادر الجن بالرقى الشرعية. وأما بالنسبة للمبنى الذي لم يكتمل هو بيتك، لسه الأولاد صغيرين محتاجين للرعية والرعاية من القرآن والسنة. وأما بالنسبة للماء الذي يدخل على بيتك أو ينزل من العمارة التي لم تكتمل هو الطهور، والطهور إما من أذى بني آدمين أو من أذى شياطين. وأعتقد أنك تقولي في جار لنا مؤذي، فهو الذي يمثل له الخشب اللي في السقف هو رجل منافق كذاب مؤذي خائن لا عهد له، فتجنبيه بقدر الإمكان. وحاول أنك أنت تصلح ما بينك وبين الله عز وجل حتى يكتمل بنائك بالقرآن والسنة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يعني أنا دائما بؤكد على أن البناء هو البيت، البيت والأسرة والزوج. والبناء إذا لم يكن مكتملا فإنما يدل على أن هناك ثغرات لابد أن تسد. أنت بتقولي بناء لم يكتمل، ما كحلش لسه، يبقى أنت اللي هتسددي الثغرات اللي ما بين الطوب. فيريد نقرب من ربنا لأن تسددوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددي وقاربي. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. أختي الكريمة زي حالك. الله يكرمك ويحفظك. جزاك الله كل خير. تقبل الله مني ومنك يا أم محمد، الله يحفظك. أمين يا رب. بقول لحضرتك أنا كنت دايما بحلم إن في كلب عايز يغلبني وأنا كنت غلبته. نعم. بس الموضوع بعد كده اتطور بإن بقى فيه زي جماع. ألو. أيوة محمد تفضل. بقى فيه زي جماع يا شيخ. نعم. وبشوف كمان دايما امي وابوي في الحلم اللي هم متوفيين جايين تعبانين جدا جدا في الحلم. ف دايما احلم ان انا برضع اطفال صغيره كتير. واللبن نازل من صدري كتير. حلمت في فكان صداع في دماغي على طول، كنت دايما اعيط على طول بسبب ومن غير سبب. ففي واحد يعني نعرفه كده من بعيد، عرفنا ان هو بيعمل حاجه زي كده. نعم. فكلمني في التليفون وحتى صراحه ما شافنيش ولا خد فلوس ولا اي حاجه. والحمد لله من بعديها لقيت الموضوع احسن. يعني هو بيعمل ايه؟ بيعمل رقيه؟ بيعمل رقيه ولا ساحر؟ والله يا شيخ انا لما سمعت من حضرتك انا كنت جاهله بالموضوع، ما كانش في دماغي الموضوع خالص. خد اسمك واسم امك؟ طيب يبقى ساحر، اتفضلي. بس هو لا خد مني فلوس ولا ساحر. لا مالهاش علاقه، ساحر ينشط سحره بالاعمال ولكن ليس بالاموال. هو بيستفيد منك بسحر باسمك واسم امك، ان هو بيستفيد في امور اخرى. يعني ممكن ياخد ما ياخدش النهارده لكن بعد كده يحسسك ان هو صح ويعمل لك تهدئه او مصالحه مع الجن، ولكن المشاكل فيما بعد. الاستدراج بقى، الاستدراج انه يستدرجك فيما بعد، عمل السحر وتمكن منك وقال لك انا ما باخدش فلوس، بعد كده تحس انك انت بتميلي ليه، بتميلي انك انت تروحي له ياخد اللي هو عايزه سواء كان ماليا سواء كان، والعياذ بالله نسال الله العافيه، زي ما اتصل بيا بعض الاخوات تقول لي مفاجاه ان انا بروح عنه بغير اراده، وفجأة ان انا بيحصل معاشره بعد ما اخرج من عنده، حاسه بمعاشره ولكن مش مدرك ايه اللي حصل. فخلي بالكم، خلي بالكم. طب يا شيخ، طب انا دلوقتي يعني انا دلوقتي الحمد لله مش بحلم الاحلام اللي هي بتاعت ماشي، ما انت ما بتحلميش. انا عايز اتعالج بالقران والسنه، لان هو ما عالجكيش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هو خد اسمك واسم امك ولا اسم الام، لا يؤخذ الا في مدارك صناعه الاسحار اللي هو علم الاوفاق وعلم التبسيط وعلم التكسير عند السحره في كتاب شمس المعارف. انا بقول لحضرتك على حلم ده. اقول لحضرتك على حلم لسه قريب علشان انا عايزه ارتاح ان شاء الله. ان كان انا برضك صدري الشمال نزل منه زي صديد. وفي حته كده نزلت منه صديد بس ناشف كده شويه. نعم. وصدري مفتوح وفي حته فاضيه خالص. فمش عارفه ده تفسيره ايه. الصديد اذا خرج من المراه فهو السحر نفسه، لابد من اخراجه. القيح
من القبيح والقح من السحر. يعني انا كده لسه تعبانة يا شيخ؟ ان شاء الله عز وجل. وانا اجد انك انت يعني محتاجة لحاجة اسمها تخريج عن طريق الوغز، قراءة رقية شرعية ونخرج لك عن طريق الوغز وان شاء المولى بهدي القرآن والسنة. يعني اجد مركز لحضرتك ولا يكفي ان انا اعمل الرقية اللي حضرتك بتقول عليها؟ الارقام موجودة على الشاشة، خد الارقام من على الشاشة واتصل بالمركز وتجيلنا ان شاء الله. بنعمل اول رقية اسمها رقية تخريج، ثم بنديكي برنامج سبعة ايام بتعمليه، وبتيجي نعمل لك الوغز الذي هو من توفيق الله ومنه وكرمي وليس من فضل احد، انما الفضل لله عز وجل. فيا ريت، انا باكد مش حاجه اسمها انا اعطيته اسمه واسمه وارتحت. يعني جات لي بالامس اخت سبحان الله عز وجل بتقول لي والله جاء اخ عندها، مش اخ بقى، اخ مين؟ ملعون، ملعون علي لعنه الله عز وجل، واخذ منها 31,000 جنيه، خمسه في خمسه في خمسه في خمسه، وفي الاخر ما كانش معاها فلوس فخد الانتريه ومش عارف السفره. يعني ده مش شيخ، ده تاجر اساس، ده تاجر موبيليا. وعمل لها ورقه، هي جابت الورقه شفتها سحر والله، فطلق زوجها وخرب بيتها واصابها بالهم، مش قادره تتحرك. ليه ده كله؟ وخد فلوس كاني بروح لسحر بقول له ايه، بالله عليك انا مرتاحه، خد 30,000 جنيه اعمل لي سحر، اصل انا عايز اتعب شويه. من اعمالنا سلط علينا. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ ازيك ام محمد؟ ازيك يا شيخنا؟ الله يكرمك ويحفظك. معلش والله، انا كنت مره حلمت رؤيه ان انا عمي المتوفي جه رقاني في الحلم وقالي انت محسوده. نعم. فبعد كده يعني ايه اتعاملت مع شيخ المفروض يعني ان هو اخ وبيرقب الكتاب والسنه والحاجات دي. هو الشخص ده عنده محل ملابس، بيبيع محل في محل ملابس. المهم فبشتري منه كده يعني. المهم قال لي لا انت مش محسوده، انت عندك جن عاشق، انت اعراضك كذا وكذا 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 بالظبط، نفس اللي بيحصل لي بالظبط. قلت له ايوه. قال لي لا اللي عليك ده مش حسد، ده جن عاشق. قلت له طيب وبعدين العلاج؟ المهم قعد يرقني بالقران والسنه. وفي مره قلت له ايوه وبعدين عارف يعني امشي على العلاج بتاعه بالقران والسنه. وفي مره راح قال لي طب بصي غمض عينك كده واقراي القران، وقعد يقرا لي القران. وفي الاخر ما قلتش سمعت هو قال ايه، يعني قعد اتلبخت كده لان تعبت قوي يومها، دماغي وجعني وظهري وجعني او ما قلتش فهمت بقى هو قال ايه. بعد كده وكان بيبيع، الشخص ده كان بيبيع ملابس، فاشتريت منه اسدال للصلاه. كل ما اجي في الاسدال ده احس بخنقه وتعب، وممكن اقع من طولي، ممكن ارجع، ممكن يعني تحصل لي مشاكل كتيره قوي. وبعد كده بعدين هو كان في الكلام وكده، لان كنت بتعامل معاه وبشتري منه وكده، كان بيسالني انت اسمك ايه؟ يعني في الكلام وكده، واولادك مش عارفه ايه. فهو عرف اسمي وعرف اسماء عيالي، وكل فتره بلاقي عيالي بيعملهم ماس، بيجي لهم ماس جبن وحاجات من دي. نعم. فمش عارفه انا فالاسباله، فانا جبت واحد ثاني يعني قالوا لي لا ده على فكره ده صاحب ده عمل لك عمل. المهم جبت شيخ ثاني قعد يرقي في البيت ويقرا بالقران والسنه، واحد ثاني بقى غير الاولاني ده. المهم قال لي انت على فكره الاولاني ده اللي بيبيع الملابس عمل لك سحر، والسحر ده في الاسبال ده. قلت له طب وبعدين الحل؟ قال لي الحل تعمل ايه في الاسبال؟ تاخديه تشحتيه، ما تيجيش تسيبيه في البيت خالص خالص، لان انت كل ما تسيبيه كل ما تتاذي بيه. قلت له طب انا لو اديته لحد مش هيأذي حد؟ قال لي لا مش هيأذي اي حد، ده هو معمول ليك انت وشخصك انت. قلت طيب ماشي. فعملت ايه؟ شحت الازاز اديته لواحده يعني ايه غلبانه وكده، اخدته. المهم انا كنت من الحج السنه دي الحمد لله ربنا كرمني، وكنت بحج. بعدين تعبت قوي اثناء الحج، وقعدت احلم بكوابيس وحاجات وحشه قوي، كل يوم اقوم مجزوعه وانا في الحج وانا في الحرم. المهم فبسال شيخ وكده، قلت له والله انا حاسه ان انا اتعمل لي جالي جن او اتعمل لي حاجه، لان انا مش مظبوطه لمده، لان كان حصل لي مشكله واتعمل لي سحر ازال وانا لقيته ومش عارفه ايه والكلام ده كله، شحت الازال. راح قايل لي لا انت حرام عليك الوقت، انت اذيتي حد من غير انت ما تقصدي، لان انت معمول لك عمل في الازال، وطالما انت شحت الازال ده يبقى الازال ده هيأذي اللي انت اديته له. قلت له بس انا لما سالت شيخ لان واحد ثاني قال لي لا مش هيأذي، ده العمل ده معمول لك انت لشخصك. قال لي لا حرام عليك، وانت اصلا لو معمول لك عمل المفروض احنا بندور لما نيجي نفك عمل بندور العمل ده معمول في ايه ونجيبه نفكه، انت معاكي العمل في حاجه وتقومي تشحتيها. قلت له انا ما اعرفش يعني، مثلا انا ما عنديش خبره وما عنديش معلومات في الموضوع ده. قال لي اللي سالت الشيخ اللي معروف مثلا في البلد بتاعتنا اللي هو بيفك الاعمال وبيشيل السحر وبيشيل الحاجات دي إيه؟ فهو اللي نصحني بكده ان انا الاسبال ما تبقوش عندي في البيت وما البسوش واشحته لاي حد تاني. قال لي لا انت كده ظلمت اللي انت اديته لها. فانا مش عارفه بقى الله اعلم فعلا انا ظلمت الانسان اللي انا اديته لها يا ام محمد ولا هو فعلا. يا ام محمد الله يديك الصحه بارك فيك. اولا السحر مش عدوى، هو مش فيروس،
هنتقل من يعني من عبايه الواحد ده عشان واحد لبس. لا الكلام ده كلام فاضي. السحر بيتعمل للشخص على اثري على الاثر بتاعه، فانت لبست الاثر نفذ فيك السحر خلاص انتهى. فالسحر سحر النبي لما انتقل لعائشه ولا الى ابناء النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى حفصه ولا الى السيده ميمونه ولا الى زينب بنت جحش ولا الى السيده مسلمه، فالقضيه مش قضيه انتقال السحر لمين. احنا انا بسمع الكلام ده، الشيخ قال لي وشيخ قال لي، لا ده اصلك انت اذيتي واحده، والشيخ قال لي اصلك انت الموضوع مش حسد، ده اصل الشيخ قال لي عاملين زي بالظبط يعني العلبه دي فيها ايه، قال له فيل، ولا العلبه فيها فيل ولا الفيل في العلبه بالظبط. فاحنا ماشيين ورا علبه مغلقه، كل واحد بيفتي برايه. ما دعونا من الكلام ده، دعونا من الكلام ده. احنا قدامي تقصير دلوقتي واحده بتتعب، والتعب ده واحد يقول ازاي بتتعب في الحج؟ الجن بيظهر اثناء مناسك الحج والعمره، واكثر مواطن بيظهر فيها الصرع من الجن مواطن مناسك الحج والعمره. فاحنا كثير جدا من اللي جم من العمره او الحج بيجوا تعبانين وبنعمل لهم حاجات اسمها التخريج بالوغز. فيا ريت يا ام محمد عشان نقفل الباب ده نعمل رقي التخريج بالوغز عشان نقطع الباب ده خالص. ولا موضوع معمول على الازدال، والازدال انت اذيتي بيه واحده، اصل الازدال ده المفروض كنت حرقتيه، اصل المفروض كنت جبتيه، كلام فاضي. احنا عايزين نتعامل مع الشخص المسحور نفسه كما تعامل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ريت نعمل الكلام ده محمد، ودعيك من هذا الهراء بعيد عن العلبه دي فيها ايه فيها فيل. السلام عليكم. سلام اختي الكريمه، ازيك؟ انا عندي كام رؤيه يا شيخ واستفسار. ازيك يا حاجه دينا؟ اتفضلي. انا حلمت ان انا نازله على السلم ولقيت تعابين بيضاء، اختي حدفتها عليا، والتعابين دي ما اذتنيش، بس لما هي ما اذتنيش اختي راحت جايبه خرطوم وضربتني بيه. نعم. وعندي رؤيه تانية برضو، والدتي شافت اللي في الاوضه بتاعتها صراصير كتير ومنهم اتنين. وعندي رؤيه برضك اللي هي برضك حلمت اللي هي زي ما تكون بتشتري ملايات، وواحده بنيه وواحده باش، وماشيه في طريق كده لقت فيه حفر كتيره، بس هي عدت الحفر دي ولقت واحده اسمها عايده احنا نعرفها، قالت لها في بوابات، عدت من البوابه الاولانيه والثانيه قالت لها خد المفتاح وافتحي وعدي. وعندي استفسار، خالتي بنتها راحت لشيخ اللي هي بتقول الشيخ ده عامل لها مش عارفين كان هو شيخ ولا كتب لها حروف على ايديها وقال لها ما تلبسيش الاسود، لان اللي هي مش عارفه الجن ولا ايه اللي بيتاذى منه ولا معرفش ايه، ولبسها حاجه بيضه كده ونيمها وقال لها اسم امك ايه واسمك ايه وهو ما بياخدش فلوس يعني. قلت لها لا انا شاكه في كلام يعني الشيخ ده، قالت لا ده هو شيخ والناس بيقولوا اللي هو شيخ محترم وكلام من ده. الناس بيقولوا، ما هي قضيه الناس بيقولوا، هي دي المشكله يعني. عايزاك بس تقول لها حاجه احسن، هي مش مصدقه الكلام اللي بيقولها يعني ازاي ياخد حروف على ايديها كده. علينا على الساحه، اي انسان يقول لك اسمك واسم امك ايه بهذا رجل سحار، والسحارين ما بياخدوش فلوس في اول وهله. الراجل اللي الساحر ما بياخدش فلوس في اول وهله، هو بس بياخد الصدى الاول. وده كل اللي بيتصلوا بينا اللي حصل للناس اللي عطت اسمائهم واسماء امهاتهم لناس سحره، بعد كده يبدا الابتزاز. هو الاول ياخد عنوانك وياخد طريقك فين ومدخلك منين ويعرف منط بيتك منين عن طريق اسمك واسم امك، وبعد كده يجيبك وانت زي الباشا وانت زي الهانم، تروحي يقولك انا عايز منك كذا ما جبتيش هعمل كذا، ويبدا يبهدل بيتك ويبهدل نفسيتك. اما دفعتيش الاتاوه يبدا يجدد الاصحاب، وربما لو عجبته واحده يجيبها عن طريق الجنس بقى والشهوه عن طريق الجن، وهذا والله شفناه كثير جدا. وسبحان الله يعني من اخر ما اتاني امراه قالت ان انا رحت لواحد تحسبه شيخ وبيحضر امراه، بيقول لها إيه طبعا رايحه له عشان تحمل، فقال لها لابد ان احنا نكشف عليك بطريق جهاز الجن. ففوجئت انه عمل حاجات غابت عن الوعي تماما وانتهك عرضها. نسال الله ان ينتقم منه انتقاما شديدا. حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء الذين انتهكوا حرمه القران والسنه وانتهكوا حرمه اعراض النساء تحت وزع معالج بالقران. حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا اخي اعتبرها امك، يا اخي يا اخي اعتبرها اختك، يا اخي اعتبرها زوجتك. اتقوا الله ربكم، عيب كده، عيب كده. اسم ام ايه واسم بنت ايه؟ الله يكرمكم. ايه علاقه الاسماء بالعلاج بالقران والسنه؟ ايه علاقه الاسم؟ اعمل ايه بالاسم؟ خلي بالكم دي حفر بتتحفر لينا من هؤلاء الدجالين، مش عاوزين ويبتزوا اموال الناس بالباطل بشمس المعارف وخزينه الاسرار وحروف ابي جد وكلام فاضي ما انزل الله به من سلطان. كتب موزعه على الارصفه النهارده بيتدرسها الشباب، يتمكنوا بالكفر باستخدام اعوان ابليس. وفعلا والله اختي تقول لي شاب ربط القران في قدمي ودخل بيه الحمام، لانه عنده في كتاب خزينه الاسرار وشمس المعارف الكلام ده، اربط القران في رجلك واستهزئ بالقران وحط على القران، يتبول على القران، يتبول على كتاب الله. ايه اللي بيحصل ده؟ عشان يعمل سحر
سفلي فيجيب بيه الناس وتكسر فلوسه وهو خسيء خسيء والله مطرود من رحمة الله إن لم يتوب. فاتقوا الله لا تعاونوا هؤلاء على انتهاك القرآن والسنة. بتدي اسمك واسم أمك يبقى أنت بتعينيه على أنه يربط القرآن في رجله ويخش بالحمام. خلاص خد المفتاح اللي هو اسمك واسم أمك. طب عايز يكفر بقى بالله يروح فاتح الحمام رابط المصحف ويبدأ يجيب اسمك واسم أمك ويبدأ يعمل. فكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة كلما ازداد السحر قوة. وانت مشارك معاه في السحر وكافر معاه ليه؟ لأن النبي قال من صدق كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ سيد؟ الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك في عمرك يا رب. الله يتقبل منك الصحة والعافية. الله يكرمك. والله كنت عايزة أقول لحضرتك بس على رؤيتين كده بعد إذنك. تفضل. أنا ليا بنتي يعني هي في الأصل لمؤاخذة يعني نظيفة في شخصيتها نظيفة تحب النظافة جدا ورجلها يعني بسم الله ما شاء الله الواحد يعني زي ما بقوله توحم عليها. ولكن أنا شفت لها رؤية إن هي ماشية قدامي كانت متوترة كده وبتتكلم بطريقة وحشة وماشية كده قدام عينيا فرجليها مشققة جدا يعني زي ما يكون متفتحة كده ووسخة جدا جدا. فأنا يعني دي قلقانة منها دي بخصوص بنتي دي. والحاجة الثانية أما أنا بقى شفت خير إن أنا طلع على سلالم وعلى والسلالم دي كان واقف عليها لمؤاخذة زي ديوك كده فراخ يعني والسلالم دي كل ما طلع سلم الفراخ الديوك دي عمالة تدن تدن وتنزل بقى في الأرض ولمؤاخذة فيه يعني أنا من الفلاحين كان في زمان حاجة اسمها إيه المقطف أو القفة كده الدول مرصوصين كده على إيدي اليمين ومليانين فلوس بس الفلوس دي عليها شويه تراب كده يعني القفص دي مليانه عدد درج السلالم اللي انا طالعاه على ايد اليمين والفراخ تطير وتنزل بس عمالين يدانوا يدانوا كل الديوك عماله تد والفلوس دي محطوطه كده بس الفلوس محطوط عليها شويه تراب كده. فانا بس بعد اذنك عايزك تقول لي الرؤيتين دول الله يبارك في عمرك. هيا ليك ان شاء المولى. بالنسبه للمال اللي عليه التراب مال طاهر خال من الشبهه لأن التراب طهور وجعله الله عز وجل بديلا للماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتراب زي الماء طهور طهر الإنسان يتيمم عشان يصلي. فإن شاء الله المال الذي عليه التراب هو مال طاهر. وأما بالنسبة لابنتك التي هي في الأصل نظيفة وكويسة وجميلة ولكن في الرؤية مضطربة وماشية في الوسخ فذاك هو الران. الوسخ هو الران أي الذنوب محتاجة توب إلى الله عز وجل لقول الله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران الوسخ اللي على القلب بما كسبت ايدي الناس. السلام عليكم يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا امه الله عامله ايه؟ بعد اذن حضرتك انا ليك كام رؤيه كده. تفضلي. الو. اتفضلي. الرؤيه الاولانيه ان شاء الله اني صليت استخاره على اني يعني اعمل عمليه حقن مجهري او اروح عمره يعني. نعم. فانا شفت ان عندنا اثنين بنجدوا منجد واحد تاني مستخدمين الاله البدائيه اللي هي زي العصايه دي كده وليها حبل كده في النص وكده يعني. فبقول له انا طب لو تبعد شويه الحبل ده او الخيط عن التاني 4 سم يعني. وبنجد قطن قطن حلو يعني وكويس. فقال لي ايوه بالفعل هي 4 سم كويس بس كده ورحت صاحي. دي اول رؤيه. طيب ان شاء المولى عز وجل ارى انك انت بفضل الله تقدمي على موضوع السعي للانجاب اولا. ايوه. ان شاء الله تتوكل على الله عز وجل وارى ان العصا هي من السنه. العصا من السنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الانبياء ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها ولي فيها مآرب اخرى. فالعصا كان من داب الانبياء من السنه المؤكده يعني ولكن هي من داب الانبياء. فالاتباع انك انت تمشي بالرقى الشرعيه وتجمع ما بين الطب والدواء فعلا علاجك ان شاء الله نجمع بين الطب القراني والطب الموضوعي. تفضلي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه ليلى؟ بس انا شفت رؤيتين بس هم صغيرين خالص. تفضلي. هو الرؤيه الاولانيه انا محروق اقولها بس مضطره لاني خايفه منها. انا حلمت في الرؤيه الاولانيه ان انا اتجوزت واحد انا جوزي مسافر وحلمت ان حامل
ان حماتي او امي اتجوزني واحد تاني واتجوزته وكتب كتابي ولبست حاجه داخليه كده لونها اخضر قصير بس انا ما قدرتش اتجوزه وقلت لا انا مش هتجوز حد الا جوزي هستناه مهما استناه ولقيت نفسي اتغيرت من قميص لونه اخضر قصير كده لقميص تاني طويل وحلو ومحترم وشكلي فيه كويس. طيب يا حاجه ليلى الملابس الداخليه الخضراء هي الدين والدين لا يكون بالظاهر ولكن بالبواطن. الدين في القلب، الايمان في القلب، وما صدقه العمل. الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. عايز دينك تقرب من ربنا لان ربما هناك دخل من الشيطان يريد ان ينتهك حرمه نفسيتك، وده اللي بنقول عليه المس العشق. يعني مس العشق بيجي في حاله غياب الزوج وزوجك مسافر، لو ظهرت بقع زرقاء في جسمك او تعب في اسفل الظهر او ضربات القلب زياده او القولون العصبي، وهذا ما يدل عليه الواقع لان بنعيش فيه، اكثر الناس اصابه بالجن مصابين بقولون عصبي سبحان الله، وعلاجه بيكون بالقران والسنه بلا خلاف، بالعسل النحل على نص كوبايه ميه دافيه، ودي سنه النبي، والحجامه شرطه محجم وشربه عسل وكيت من نار وانهي امتي عن الكي، وعليكم بالشفاءين من القران والعسل. فيا ريت الله يكرمك، الله يكرمك، حاول انك انت تعملي رؤيه شرعيه، لان في غياب الزوج بيترصد الشيطان المراه لانها بتحتاج للزوج. كم يوم تصبر المراه على فراق زوجها؟ كذا قال عمر لابنته حفصه، قالت لابيها 4 أشهر. ولذلك ربنا قال كده في القران، عده المطلقه 3 قروء او 3 شهور حسب انتظام الدار وعدم انتظامها، وعده المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. فجعل ربنا للزوجه المتوفى عنها زوجها عشان الحزن والكابه وفراق الزوج والود والفضل بينهم 4 أشهر و10، وده دلاله على ان المراه لا تصبر على فراق زوجها الا 4 أشهر و10. فدي برضو نصيحه، ان سيدنا عمر لما كان بيحضر الجيوش الاسلاميه وليه النساء كل شويه تيجي عند بيت سيدنا عمر، جوازنا فين؟ احنا عايزين جوازنا. فلفت سيدنا عمر يعني حاجه المراه للرجل، فاستدعى حفصه فقال يا حفصه كم يوم تصبر المراه على فراق زوجها؟ قالت 4 أشهر. بعد ال 4 أشهر ما تسالنيش بقى، دماغها تضرب وتكسر الدنيا، وانا عايزه زوجي لا اخرب بيوتكم، انا مش عارف زوجي راح فين. فلذلك الشرع لما حدد في القران تربص المراه بنفسها في المطلقه 3 قروء، في الذي يتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، خلاص يبقى احنا عايزين كده الزوج اذا سافر لا يتعدى ال4 شهور او 6 شهور، يعني نديله شهر ونص اجازه، يعني لعله يعني ان شاء الله يتوب الى الله عز وجل ويرجع. طيب اس ام اس، زوجي حلم ان الرجل كان بيهرب حتى دخل على رجل مسكه واخذ يدق المسامير على جفون عيونه. غض البصر، غض البصر، امر زوجك ان يغض بصره، ودي مثل بيضرب، يعني الله يكرمك قولوا عشان ربنا يمتعه بالنظر الى وجه الله الكريم. انا متزوجه معايا 3 أطفال وحامل في الشهر 5، حلمت اني دخلت الحمام ونزفت دم كتير، رحت للدكتور قال لي البنت ماتت في بطنك، هذا ده حلم من الشيطان، استعيذي بالله منه فانه لن يضرك. يا شيخ لو سمحت انا طالع عندي 3 أحلام، الاولى صاحبي شافني في المنام ربنا هديني هداني مصحف، والثانيه والدي حلم اعطى زوجتي 3 تمرات، والثالثه مراتي حلمت ان اشتريت لها خاتم، ومراتي حامل في 3 شهور. ان شاء الله عز وجل ستنجب ولد من حملة القران، ويبارك الله تبارك وتعالى لك فيه وفي ذريته ان شاء المولى عز وجل باذن المولى. يبقى المصحف ولد صالح، الخاتم ولد سمين، وسمانة الولد بالصلاح وبالقران وبالسنه، وان شاء المولى ارى ال3 تمرات السنة، ده تأكيدا على حلمك. حلمت ان اسناني كاملة وشكلها جميل جدا وبيضاء، ولكن اللثة السفلى كان فيها ايه، فيها فيل ولا ايه، عايزين انت ما كملتش فيها ايه، لكن اسنان المتكاملة دلالة على حسن الدين. السنة مرتبطة بالسنة، والسنة مرتبطة بعلاقتك بربنا، لان عندنا حاجة اسمها السنة التشريعية يكتب فيها الاعمال وترفع فيها الاعمال الى الله في اخر يوم من شهر شعبان، فاكتمال السنة من اكتمال السنان، واكتمال السنان من اكتمال السنة. ان شاء الله دينك باذن المولى فيه حسن ان شاء الله، فحافظ على دينك. حلمت انا وابن عمتي حسين اخذني محل ذهب واشتريت غوايش لام ونقيت خاتم، يعني ان شاء الله ممكن تكون اقبال على خطبة قريبة باذن المولى انت وابن عمك. جوزي حلم ان حواجبه كبيرة، حواجبه كبيرة ان شاء الله، يعني ربنا يكرمه، ممكن يكون رفعة في امر ما، وربما يكون غض البصر. كبر حواجبك، بلاش تلعب حواجبك. لو سمحت يا شيخ ممكن اعرف عنوانك؟ ضروري، الارقام موجوده على الشاشه، عايز تاخد الارقام وتتصل تعرف العنوان ان شاء الله. زوجي حلم ان رجل، دي قلناها، زوجتي بتحلم ان واحد واخد شنطه ملابسي وخارج اشتغل في مكان بعيد، ان شاء الله سفر قريب فيه رزق باذن المولى. حلمت ان ابن 12 سنه اكثر من زملائه في خده اليمين كام شعره سوداء،
ابنك محتاج للنصيحة، لأن الشعر الأسود في الوجه استنان بالسنة إطلاق اللحية، وهنا عايز توجيه، عايز توجيه وعايز إرشاد إلى اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا متزوجة من 5 سنوات، حصل حمل مرتين وينزل عندما أرى شخص يضربني في المنام وأرى ثعبان. أنت معاكي مس عشق جن، وهذه رقدة شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجة رقية شرعية ومحتاجة للوغد وحجامة على مبيض الرحم. خد العنوان وتعالي لنا إن شاء الله المولى عز وجل على الأرقام الموجودة على الشاشة. دايما بحلم بأحلام وبصحى بنساها، كويس إنك أنت بتنسى عشان ما توجعش قلبنا ونقعد نفصل لك للصبح. أنسة حلمت شعر أسود ناعم لامع يصل للركبة، غطى كتافي وظهري مثل الطرحة. إن شاء الله هذا فضل الله عليك، وإن شاء الله طول الشعر من الصلة والصلة من الصلاة. قرب إلى ربنا بصلاتك، واحمد ربنا على ما أتاك من نعمة الجمال، ولا تتباهي بجمالك، فكم من جمال وري في التراب وتبدل بعد الحسن قبحا. وكل الله ملكا لكل من هو يتباهي بجمالي على فراش غسله عندما يلقى الله تبارك وتعالى، فقولها يعني أين جمالك من الذي أقبحك، أين قوتك من الذي أضعفك، أين مالك من الذي أفقرك. كلنا يتقالنا الكلام ده وإحنا محطوطين على الغسل، الملك يقول لك فين جمالك فين مالك فين قوتك وإنت طالع لا مال ولا جمال ولا قوة. نسأل الله أن يعافينا. نرفع كف الضلالات إلى الله بالدعاء والرجاء، نقول معا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا يا ربنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود إلى الذنب مرة أخرى. يا قاضي الحاجات، ويا سميع الدعوات، ويا كاشف البليات، اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، ونفث الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. نسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك يا ربنا من النار، ونعوذ بك من خزي النار، ونعوذ بك من كل عمل وفعل يقربنا إلى النار. يا عزيز يا غفار، اغفر لنا الذنوب والآثام، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل اللئام، اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا، واغفر لنا ما أخرنا، واغفر لنا ما أسررنا، واغفر لنا ما أعلنا، واغفر لنا ما أنت أعلم به منا. يا واحد يا الله، يا قادر يا الله، يا معز يا الله، يا مذل يا الله، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ذي الحبل الشديد والأمر الرشيد، فعال لما يريد. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. صل اللهم على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى أن ألقاكم في لقاء آخر، أترككم في رعاية الله ومنه وكرمه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معانا الدنيا فرحانة بلا عبادات، صباح حواء مشاكلك كل